السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. وريد، كيف حالكم؟ إن شاء الله هلا رح نشرح لكتشر 13. طبعا المحاضرة كتير سهلة وحلوة، رح نكمل فيه حكي عن الفات ومفات وكذا. تمام. هلا من أنواع الليبيد بالجسم هو شو؟ هو الستيرويدز. تمام. الستيرويدز هي شكل من أشكال الدهون، برضو كمان شو بتكون بالجسم. فهاي الستيرويدز هلا كمان بدنا نحكي عنها. المرة الماضية حكينا عن الفاتي أسيد وتصنيعها، هاي المرة رح نحكي عن موضوعين. رح نحكي مينلي عن الكوليسترول، ورح نحكي برضو كمان عن الإيكو سانويد. ماشي، هاي مادة هيك اسمها، لا يعني اليوم رح نتعرف عليها. المهم انه احنا شو، انه احنا اليوم رح نحكي عن الكوليسترول، بعدين رح نحكي عن الإيكو سانويد. اوكي، فهلا انسوا الإيكو سانويد بس نوصلها بنحكي عنها. خلونا اول شي نبلش نحكي عن الكوليسترول. تمام. هلا في تسلسل بتصنيفات الليبيد او تصنيفات الدهون بشكل عام، اللي هو شو، اللي هو انه الستيرويدز هاي بتكون عائله. تمام. من ضمنها هو الكوليسترول، فهمتوا كيف؟ فالستيرويد هاي بتكون اشي كبير شامل كتير مركبات، من ضمنها هو الكوليسترول. تمام. فالستيرويد بيعرفوا لنا اياها انها هي عباره عن شو، عن اي مركب، ايش احكي لكم، بينتج عن تعديل هاي المركب. يعني ايش احكي لكم، شايفين هذا اللي هو المركب اللي عندنا، هذا انا شو بسميه الستيرويد نيوكليس. تمام. هلا هاي الستيرويد نيوكليس، لنفترض انا اجيت هون حطيت عندها بصره كم من كربونه، او اجيت هون والله حطيت عندها بصره كم من كربونه، او عدلت فيها حطيت لها هون او اتش حطيت لها بصر، شو زي هيك، اي اشي بعدل انا فيه على هاي الرنج اللي انا شو بسميها ستيرويد نيوكلياس، هذا المركب اللي بيطلع شو بكون اسمه، ستيرويد. تمام. فنعيد مع بعض، شو هو الستيرويد؟ الستيرويد هو اي تعديل على هذا الستيرويد نيوكلياس، فهمتوا كيف؟ فهاي الستيرويد نيوكلياس لها اسم تاني اللي هي شو، سي 17 سايكلو بنتانو بريهايدرو فينا فينانثرين. تمام. فهذا الكلمة الطويلة كتير اختصارها هو كلمة الستيرويد نيوكليس، هي بترمز لي على هذا الستركتور. هلا هذا الستركتور هو عبارة عن شو، هو زي ما بتلاحظوا اربع حلقات، اغلبهم بيكونوا حلقات سداسية، هاي سداسية هاي سداسية هاي سداسية، والاخيرة بس بتكون شو، حلقة خماسية. ماشي. وهو هذا بتكون من كم كربونة، من 17 كربونة. هاد شو اسمه، حكينا ستيرويد نيوكليس، اي اضافة عليه ضفت مثلا هون، خلينا نحكي مثل جروب او هيك شيء، بصير هو ستيرويد من نوع معين. طب انا ضفت شغلات تانية هون وهون، بصير ستيرويد من نوع معين. فاي تعديل على هاي ستيرويد نيوكليس بطلع عندي مركب شو، انا بسميه ستيرويد، فهمتوا كيف؟ فهاي بيحكوا لنا ما هو تعريف الستيرويد، بيحكوا لنا سبستنس which are derived from اللي هو هذه الكلمة الطويلة اللي هي مين، هي نفسها الستيرويد نيوكليس اللي هي نفسها هذا المركب. أي تعديل عليه، أي مركب بيطلع من سوري منه بعد ما يتعدل، هذا شو بكون اسمه، بكون اسمه ستيرويد. هلا من أمثلتهم مواد اسمهم ستيرولز، هلا بنحكي عنهم. برضو كمان البايل أسيد، شو هو البايل أسيد؟ البايل أسيد هاي مادة بتطلع من عند البايل داكت، من عند البنكرياس. وين بتنزل؟ بتنزل عند السمول انتستين اللي هم الامعاء الدقيقة احنا بنسميهم، عشان يصير هناك عمليات هضم للطعم. تمام. وبرضو كمان الستيرويد هرمونز، هدول بعض انواع الهرمونات، من ضمنها الهرمونات الجنسية اللي هم التستوستيرون والاستروجين، وشو هدول الهرمونات كلهم، هدول بيكونوا شو، عبارة عن ستيرويدز. تمام. كلهم عبارة عن ستيرويدز. تمام. فنعيد سريعا، الستيرويدز من امثلتها هو شو، هو الستيرول والبايل اسيد حق انا هذا اللي بشارك بعملية الهضم، والستيرويد هرمونز اللي هم شو، من ضمنهم الادرينال اللي هلا بتشوفوا هاي الهرمونات اللي بتكون تطلع من الادرينال جلاند، وبرضه كمان الهرمونات الجنسية زي ما حكينا، والبايل اسيد اللي هي بتساعد بالهضم، والستيرولز. هلا في شغلة كتير مهمة اللي هو الستيرولز، هو هذا اللي احنا اكتر اشي رح نحكي عنه. تمام. فخلونا نشوف شو هو هذا الستيرولز. بس قبل ما نشوف شو هو هاد الستيرولز، خلينا نتعرف على هاي الرينج اكتر. هلا هاي الرينج شوفوا لي اسمها فوق كيف، اسمها 17 اس 17 سايكلو بنتانو بريهايدرو فينانثرين. تمام. هلا ليش هيك اسمها؟ طلعوا كيف احنا ملونين لكم كل مقطع اشي، علشان كل مقطع بدلني على صفة من صفات هاي الستيرويد نيوكليس. هلا هي شو بيحكولنا، بيحكولنا انه اسمها هيك ليش، اول مقطع هو سايكلو، ليش؟
لانه هي شو في عندها سايكليك، يعني ايش احكي لكم، في عندها اللي هم السايكلز اللي هم الحلقات ماشي، فسايكلو لانه هي معبيه حلقات، بنتانو عشان يرمز لي للحلقه الخماسيه الاخيره. هلا هم كلهم حلقات سداسيه ما عدا الاخيره خماسيه، فسايكلو يعني الحلقات بشكل عام، بنتانو بيرمز لي للحلقه الاخيره اللي هي شو الحلقه الخماسيه، تمام؟ هي 5 كاربون رينج اللي هي دي اللي هي هاي، تمام. هلا في برضو كمان المقطع اللي بعده، هاي سايكلو بنتانو البيري هايدرو. هلا البيري هايدرو هيها هون تحت معناها ساتوريتد وذ هيدروجين، يعني ما فيها اي روابط ثنائيه. دوروا معاي شوفوا في روابط ثنائيه، لا ممكن لقدام اعدل عليه واعمل روابط ثنائيه واعمل ستيرويد ماينين ممكن، بس هو بشكل عام الستيرويد النيوكليوس وهي اصليه هيك من غير اي تعديل ما فيها بكون اي روابط ثنائيه، عشان انا شو بسميها البير هايدرو، تمام؟ يعني هي ساتوريتد ما فيها ولا اي رابطه ثنائيه. وبرضو كمان اخر مقطع زي ما حكينا سايكلو بنتانو بيري هايدرو شو الفينانثرين، تمام؟ فينانثرين هي شو، هذا برمز لك للثري هيكسا جونال رينج، يعني الثلاث روابط هيكسا، هيكسا معناها ستة، فهون برمز لك للثلاث ثلاث حلقات سداسية، فهمتوا كيف؟ فنعيد سريعا، هو شو اسمه سايكلو، شوفوا معي سايكلو يعني الحلقات كلهم بشكل عام، بنتانو يعني الحلقة الخماسية، الفينانثرين معناها بيرمز للثلاث حلقات السداسيات، البيري هايدرو معناها انه كل الروابط شو احاديه ما عندي روابط ثنائيه، من هون اجت هذه التسميه الطويله اللي هي سايكلو بنتانو بيري هايدرو فينانثرين. اوكي هذه كلها اللي هي نفسها شو الستيرويد رينج، زي ما حكينا اي تعديل عليها اضافه او نقصان بينتج عندي مركبات كلهم شو بسميهم ستيرويدز. اوكي تمام. هلا حكينا انه الستيرويدز انواع، من ضمنهم الستيرول والبايل داكت والهرمونات. احنا رح نحكي هلا مين اللي عن مين عن الستيرولز، تعالوا ننزل تحت نقرا عنهم. بحكوا لنا انه الستيرولز هم عباره عن شو، هم عباره عن انه شايفين هاي ايش اسمهم، هاي الستيرويد رينج، لما اجي عند الكربون رقم 3 واركب هون او اتش هذا شو بيصير اسمه ستيرول. فشو هو الستيرول؟ معناها انه انا هاي الستيرويد رينج اجيت عند الكربون الثالثة وركبت OH. فتعالوا نقرأ، بحكولنا انه الستيرولز these are steroid alcohol، يعني انا ضفت OH، هاي بحكولنا containing OH at الكربون الثالثة، تمام؟ هلا هدول بحكولنا انهم هم شو، هم عبارة عن ثلاث انواع. هلا لما احنا نحكي الفيتوستيرولز هدول هم شو، هدول هم عباره عن الستيرولز اللي ما موجودات بالنبات، تمام. اما المايكوستيرولز هدول هم عباره عن الستيرولز اللي ما موجود بالفنجاي اللي هم شو الفطريات، تمام. اما لما نحكي الزوستيرولز هدول هم اللي موجودات وين بالانسان او بشكل عام يعني بالحيوانات، تمام. احنا بنعتبر انه الانسان والحيوان يعني زي ما تحكوا تقريبا اقرب اشياء على بعض، يعني فهمتوا كيف؟ فلما نحكي الزوستيرولز هذه بالعاده بتكون بالانسان بالحيوان ماشي، اما الفيتوستيرول هاي بتكون بالنبات، والمايكوستيرول هاي بتكون بالفنجاي اللي هي الفطريات. اوكي تمام. هلا من اشكال هذولا الستيرويدز والستيرولز اللي هم شو، اللي هم نفسها هاي الرينج، بس اللهم احنا حاطين عندها هون شو، حاطين عندها هون او اتش عند الكربون الثالثه. هلا في لها اشكال واسماء وكذا يعني بالجسم، يعني هي مش بس شكل، هي في منها اشكال هاي، من ضمنهم مركب الكوليسترول اللي هو كتير مهم بالجسم، ورح تاخذوا ان شاء الله عنه سيستم السي في اس كتير، لانه هو هذا سر الجلطات وهو سر مرض تصلب الشرايين، وهو كتير بصراحه عامل خطوره على الانسان، واغلبنا بس نكبر رح يكون في تراكم للكوليسترول بالاوعيه الدمويه، وهذا الاشي كتير ممكن يعمل جلطات. فالكوليسترول عشان هيك بتلاقوا دائما الناس بتخاف منه، مثلا زيت مثلا ما فيه كوليسترول بتلاقوهم بيشتروه، او اي ماده فيها كوليسترول بتلاقوا الناس انه بيبعدوا عنه. فالكوليسترول هو زي ما تحكوا مادة إن شاء الله رح تتعمقوا فيها لقدام السيستمات، ومهم تفهموها وتفهموا تركيبتها وكيف تتراكم بالأوعية الدموية وكيف بتعمل لي الجلطات اللي هي مجنن الناس وبتموت كل الناس قادة، تمام؟ فعشان هيك شو مهم الكوليسترول، وإحنا اليوم أساساً رح نضل نحكي عنه، تمام؟ في برضو كمان عنا الإيرغوستيرول، هذا برضو كمان زي ما تحكوا اللي هو الستيرول، برضو كمان هذا شو موجود يعني أصله من النباتات. فيتامين دي برضو كمان هذا أصله ستيرولز.
البايل اسيد اند سالت اللي هي البايل اسيد اللي حكينا عنه فوق، برضه كمان ستيرول وستيرويدز، وبرضه الستيرويد هرمون اللي هم ميل اند فيميل سكس هرمون اللي هم الاستروجين والبروجسترون، وبرضه كمان الادرينو كورتيكال هرمونز اللي هي هاي هرمونات اللي بتكون فوق الغده الكظريه اللي هي موجوده فوق الكليه. تمام، هاي في هناك غده بتطلع لي هرمونات يحتخذون مثلا قدام تفصيل. المهم انه هذول الهرمونات شو كلهم تركيبتهم لو نطلع عليها بنلاقيهم شو ستيرولز، اوكي طب اللي هم نفسهم الستيرويدز، بس اللهم في عندي شو في عندي هون او اتش، ماشي عشان بحب انا اضل اذكركم. تمام حلو، هلا رح نبلش نحكي عن مين، رح نبلش نحكي عن الكوليسترول. هلا عشان انا هيك بحب نرتب افكارنا مع بعض، رح احكي لكم هلا بمحاضرة 13 شو الشغلات اللي رح نحكيها عن الكوليسترول. اول شيء رح ناخذ تقريبا صفحة ونص مقدمة عن الكوليسترول، بعدين رح نحكي عن الستيجز اوف كوليسترول سينثيسيس اللي هي مراحل تصنيع الكوليسترول بالجسم، بعدين رح نشوف الريجوليشن اوف كوليسترول اللي هي عملية تنظيم الكوليسترول بالجسم، واخر شيء رح نحكي عن الكوليسترول اكسكريشن يعني التخلص من الكوليسترول بالجسم كيف بصير. فهذول هم الشغلات اللي اليوم ان شاء الله رح نتطرق لهم بهاي المحاضرة عن الكوليسترول. خلونا أول شيء نبلش شو بشكل عام تعريف عام عن الكوليسترول بالبداية. لاحظوا شو بيحكولنا، بيحكولنا إنه الكوليسترول is the main steroid in human، هو أهم ستيرويد بالجسم. ليش يا حزركم؟ لأنه من الستيرويد أنا بقدر أعدل عليه وأصنع من الكوليسترول أنا بقدر أعدل عليه وأصنع كل الستيرويد بالجسم، فهمتوا كيف؟ فالكوليسترول بقدر أصنع منه أي ستيرويد آخر أنا بدي إياه، عشان هيك أنا بعتبر إنه الكوليسترول هو أهم ستيرويد بالجسم لأنه منه بقدر أصنع أي ستيرويد آخر. تمام، فبيحكولنا شو إنه الكوليسترول it is the main steroid in human present in all cells، موجود بكل الخلايا ما عدا النيرفس سيستم والبلازما. تمام سوري العكس، هو موجود بكل الجسم سبيشالي بالنيرفس سيستم والبلازما. تمام، فهو بتلاقيه موجود كتير. اوكي حلو، هلا بيحكوا لنا انه هو it is a precursor for all other steroids، نفس ما حكيت لكم انا من خلاله ممكن كتير اصنع انواع ستيرويدز اخريات، ماشي، وهو موجود بكثير اماكن، موجود بالبيض، موجود بالريد ميت اللي هي اللحوم الحمراء، موجود بالجسم كثير بالليفر وبالكدني، موجود برضه كمان بالبرين وكثير. تمام، فالكوليسترول بتلاقوه شو معبي الجسم، تمام، لانه كثير مهم للجسم، بس طبعا اي شيء بالدنيا زيادته زي نقصانه، فزياده الكوليسترول بتعمل لي جلطات، فهمتوا؟ بس هو بنفس الوقت مركب كثير مهم انه يكون موجود بالجسم، اوكي، وبقدر من خلاله اصنع اي نوع ستيرويد اخر بالجسم. فبيحكوا لنا هون عن تركيبته انه هو عباره عن شو بالبدايه، هيها ستيرويد النيوكليس. تمام، فبيحكوا لنا انه it consists of steroid ring اللي هي نفسها شو الستيرويد النيوكليس اللي حكينا هي 17 كربونه، وبرضه كمان في عندها شو الهيدروكربون تيل. شو هو الهيدروكربون تيل؟ اللي هي هاي، فهمتوا كيف؟ فانا في عندي هيها الستيرويد النيوكليس ما غير هاي، هاي ومشبوك معاها هيك كم من كربوني، هدول هم احنا نسميهم الهيدروكربون تيل اللي هم هدول لما نلزقهم بالستيرويد النيوكليس بيطلع لي المركب اللي هو شو اسمه كوليسترول. والاو اتش اللي هون ليش؟ لانه هذا ستيرويد ستيرول يعني مركب معه هون شو او اتش. تمام، فهيو هي هون برضه كمان شكل تاني نفس الكوليسترول، هاي الستيرويد النيوكليس وهي الاو اتش المربوطه فيها، عشان هيك احنا بنسميه ستيرول، وهاي هي الهيدروكربون تيل. تمام اوكي، بيحكوا لنا انه special thing about it carbon 3 is attached to hydroxyl group، هيو انه الكربون الثالثه مربوطه ب OH group. تمام اوكي حلو، هلا شو بيحكوا لنا؟ بيحكوا لنا انه الكوليسترول contain unsaturated double bond، عنده رابطه ثنائيه وين؟ هيا بيحكوا لنا between 5 and 6 بين الكربون الخامسه والسادسه، هي طلعوا هون كمان بين الكربون الخامسه والسادسه بنلاقي في عندنا هناك شو رابطه ثنائيه. تمام، فبحكوا له it can accept two hydrogen atom. تمام، عشان هيك انا الكوليسترول لو مثلا جبت له تنتين هيدروجين ماشي يعني هو بيقبلهم. ليه؟ لانه عنده رابطه ثنائيه، فبحط وحده هون وحده هون وبتروح الرابطه الثنائيه وبتصير احاديه، اوكي، عشان هيك هو ممكن يقبل هيدروجينات اذا اجوا يعني له مكان الهيدروجينات. تمام حلو، هلا ممكن بحكوا لنا انه انا اعمل فيه عمليه الكوليسترول، ممكن انا اعدل عليه واعمل فيه عمليه، شو اسمها؟ اسمها استريفيكيشن. شو هو الاستريفيكيشن؟ الاستريفيكيشن بكل بساطه انه انا شو انه انا ممكن شايفين هاي الاو اتش اللي عند الكربون الثالثه، ممكن ايش انا ممكن اعمل فيها؟ اربط فيها
فاتي أسيد، تمام؟ اللي هو المرة الماضية أخذنا عنه. فممكن أنا عند الكربون الثالثة أربط فاتي أسيد، وهون أنا شو بكون اسم هاي العملية؟ اسمها اللي هي الاستريفيكيشن. فعملية الاستريفيكيشن للكوليسترول هي بكل بساطة عملية ربط unsaturated، بيكون unsaturated fatty acid مع مين؟ مع ال OH group اللي موجودة عند الكربونة الثالثة، تمام؟ فبيحكولنا انه الاستريفيكيشن هذا اشي ممكن انا شو اعمله للكوليسترول، فبيحكولنا انه الكوليسترول has OH عند الكربونة الثالثة، so it can form ester with any fatty acid، ممكن انا اربط معها اي fatty acid، تمام؟ هلا عشان هيك الكوليسترول بالدم ممكن يتقسم لقسمين، قسم مربوط فيه فاتي أسيد زي هاد، وفي عندي قسم لا بكون هيك الـ OH مش مربوط فيها اشي، فماشي؟ ف يعني فهموها، في عندي قسم بكون استريفايد يعني مربوط فيه فاتي أسيد، وفي قسم انا بسميه فري. شو يعني فري؟ يعني مش مربوط فيه فاتي أسيد عند الكربونة الثالثة. فبيحكولنا انه بلد الكوليسترول دم، الكوليسترول اللي بالدم بيكون شو؟ بيكون نوعين، free form يعني مش مربوط فيه فاتي أسيد، واستريفايد فورم هذا اللي بيكون فيه مربوط فاتي أسيد. هلا الفري فورم بيمثل لي 33% من الكوليسترول بالدم، والاستريفايد فورم اللي مربوط فيه فاتي أسيد هذا بيمثل لي 67% من شو اسمه من الكوليسترول بالدم، تمام؟ حلو. هلا هون شو بيحكوا لنا؟ بيحكوا لنا انه الفري فورم هاد بيكون فيه قديش؟ 27 كربونة، يعني ما في عليهم ولا أي زيادة، ماشي. أما الاستريفايد بيكون مربوط فيه شو؟ unsaturated fatty acid. تحديدا أهم اثنين fatty acid ممكن يرتبطوا بالكوليسترول هم الأوليت أو الأوليك أسيد أو اللينوليت أو اللينولينيك أسيد، تمام؟ هم نفسه يعني. فالأوليت اللي هو نفسه الأوليك أسيد، أو اللينوليت اللي هو نفسه اللينولينيك أسيد، هدول الاثنين الفاتي أسيد ممكن يرتبطوا بالكوليسترول ويصير استريفايد كوليسترول، تمام؟ هلا بيحكوا لنا نسبة الكوليسترول الطبيعية بالدم انه يكون من 200 ل 220. هلا اذا الكوليسترول بالدم زاد عن 200 ل 220، هون في شغلة كتير خطيرة رح تصير، وهي انها رح يصير الكوليسترول يتراكم جوا الأوعية الدموية. فتخيلوا معي مثلا انه هذا هيك جدار الوعاء الدموي، تمام؟ المفروض انه الدم هيك عم يمشي. هلا الكوليسترول ممكن يصير يتراكم هون شوي، يتراكم شوي هون، تمام؟ هلا هيك لو ندفع عادي ما في مشكلة، بس تخيلوا انه لو كان هذا التراكم احنا بنسميهم كوروناري آرتريز. شو هم الكورونري آرتريز؟ هذول الأوعية الدموية اللي بغذوا القلب، فهمتوا كيف؟ يعني مش هلا القلب هو معروف انه هو مضخة بضخ لكل الجسم، بس بنفس الوقت هو بضخ لحاله لانه هو زيه زي غيره يعني بده تغذية. فالكورونري آرتريز هذول الأوعية الدموية اللي بغذوا القلب نفسه عشان يقدر يضل شغال. فالتراكم هذا تاع الكوليسترول لو صار بالكورونري آرتريز، هون شو رح يعني يبلشوا يضيقوا هاي الأوعية الدموية، ومشية الدم فيهم رح تصير صعبة. فبالأخير رح يضل هيك الفات يتراكم والكوليسترول يتراكم يتراكم، عبل ما بالأخير يسكر لي الوعاء الدموي تماما. فالدم بصير بده يمشي، ما بقدر يمشي، فببطل يقدر يغذي القلب، بتموت خلايا القلب، بصير الإنسان عنده جلطة قلبية، وممكن لا سمح الله يموت فيها. فهذه هي اللي احنا بنسميها الهايبر كوليستريميا. هلا ممكن تصير بالقلب، ممكن تصير بالمخ، وهكذا، فهمتوا كيف؟ فعشان هيك الكوليسترول صراحة خطير بالجسم، خصوصا زيادته. هلا احنا ان شاء الله رح ناخذ منه اشكال وقصص، ان شاء الله رح تاخذوها على السي في اس، وبفهمكم اياهم بطريقه كتير حلوه. بس بشكل عام لا، انتم بس اعرفوا انه الكوليسترول هذا لما يزيد بعمل لي الحاله اللي احنا شو بنسميها الهايبر كوليستريميا، يعني زياده الكوليسترول بالدم، وهاي هي حاله خطيره ممكن تسبب لي جلطات كتير باماكن كتير بالجسم، اوكي؟ تمام. هلا بيحكوا لنا انه الكوليسترول ممكن يصير له اوكسيديشن، يعني يتاكسد وين؟ بالليفر وبالانتستين، هيهم بالليفر وبالانتستين وبالسكن، ممكن هون هو يتاكسد بهدول الاماكن. هلا لما الكوليسترول يتاكسد، لما يصير هو شو؟ لما يصير هو اوكسيدايزد، رح يتحول لمركب احنا شو بنسميه 7-dehydrocholesterol، تمام؟ فهذا مين؟ هذا الكوليسترول لما يتاكسد. هلا هذا 7 دي هيدروكوليسترول ممكن هو يكون بريكيرسر فور فيتامين دي 3، تمام؟ يعني هو بيكون اول شيء كوليسترول، بعدين بيصير الاكسيديشن بتحول ل 7 دي هيدروكوليسترول،
بعدين بتحول لشو؟ لفيتامين دي 3. طب كيف بتحول لفيتامين دي 3؟ اذا تعرضنا للالترا فايولت لايت اللي هي الاشعة فوق البنفسجية اللي بتيجي من تحت البنفسجية سوري اللي بتيجي من الاشعة الشمس. تمام؟ فنعيد سريعا. الكوليسترول لما يتأكسد لشو بتحول؟ ل 7 دي هيدرو كوليسترول. ال 7 دي هيدرو كوليسترول تتعرض للالترا فايولت لايت بتحول لشو؟ لفيتامين دي 3. فهمتوا كيف؟ تمام. لهون احنا كله مقدمة عن الكوليسترول. هلا هون رح نحكي الفانكشن اوف كوليسترول، شو وظيفة الكوليسترول بالجسم. مش حكينا انه مهم بصنع لي كتير شغلات استيرويد غيره بالجسم وهيك؟ خلونا نقرأهم مع بعض. بيحكوا لنا الفانكشن اوف كوليسترول، بيحكوا لنا هو انتر ان ستراكشر اوف ايفن افري بودي سيل. كل خلايا الجسم كلهم 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 بدخل بتركيبهم الكوليسترول. ما في خلية ما فيها كوليسترول، تحديدا اكتر شيء النيرفس سيستم اللي هو الاعصاب ومعصاب والجهاز العصبي، وبرضو كمان السيل ممبرين. انتو تعرفوا انه انا السيل ممبرين بتكون من فوسفوليبيد باي لاير، وبكون برضو كمان فيه كوليسترول، فالكوليسترول برضو كمان مهم بالسيل ممبرين. ماشي؟ برضو كمان زي ما حكينا انه هو بيكون بريكيرسر، او ممكن من خلاله اعدل شوي عليه واصنع انواع ستيرويدز تانيات بالجسم. زي شو؟ زي اللي هم هيو بشاركوا بالسينثيسيس اوف ستيرويدز هرمون اللي هم السكس هرمون اللي هو زي ما حكينا التستوستيرون وال الاستروجين، وبرضو كمان الادرينال هرمون. تمام؟ هدول هرمونات كتير مهمات بالجسم، ممكن انا اصنعهم من هذا الكوليسترول، فاطلعوا قديش هو مهم. برضو كمان البايل اسيد اللي زي ما حكينا هذا بيساعد بعملية الهضم بالسمول انتستين. برضو كمان بعض السالس بالجسم انا ممكن اصنعهم من الكوليسترول، وفيتامين دي 3 بنفس الطريقة اللي حكيناها فوق، انه الكوليسترول بصير له اكسيديشن بتحول ل 7 دي هيدرو كوليسترول، بعدين هذا بتعرض للالترا فايولت لايت بتحول لشو؟ لفيتامين دي 3. فانا هيك بصنع فيتامين دي 3 من الكوليسترول. فهمتوا كيف؟ فهيك احنا كمان بنكون الحمد لله خلصنا الفانكشن اوف كوليسترول. هلا بدنا نحكي عن قلنا important facts about cholesterol metabolism. في عندي هيك اكم من معلومه مهمات بدهم يحكوا لنا عن، بدهم يعني يحكوا لنا اياهم عن هذا الكوليسترول. اول اشي انه اهم مكان بتصنع فيه وبتنظم فيه وبرضه كمان بنتخلص فيه من الكوليسترول هو الليفر. فالليفر هي زي ما تحكوا المتحكم الرئيسي، هي المدير، هي مكان إدارة الكوليسترول بالجسم. خلينا نحكي تمام. فبيحكوا لنا إنه الليفر plays a central role in regulation of body's cholesterol. يعني سواء بدي أنا أزيد الكوليسترول، بدي أقلل الكوليسترول، بدي أبصر شو أعمل بالكوليسترول، كله وين بصير؟ بالليفر. تمام؟ هلا بيحكوا لنا انه ليفر اند انتستين مين سايت اوف سينثيسيس، يعني اشهر اماكن للتصنيع هم الليفر والانتستين. تمام؟ حلو. هلا بيحكوا لنا الانزيمات اللي بتشارك بهذا الاشي وين بتكون بالضبط؟ جوا الليفر والانتستين، جوا الخلايا. طب وين بالضبط جوا الخلايا؟ بتكون عند الاندوبلازميك ريتيكولم، وبرضه كمان بتكون جوا السيتوبلازم. طيب حلو. هلا برضو كمان شو بيحكوا لنا؟ بيحكوا لنا انه الليفر is principle organ that remove cholesterol from blood. يعني هي مش بس بتصنعه، لا هي برضو كمان ممكن تتخلص منه وتطلعه من الدم. فهمتوا كيف؟ فهو الليفر بتصنعه وبتتخلص منه، اما الانتستين لا بس بتصنعه. فهمتوا كيف؟ تمام حلو. هلا شو بيحكوا لنا تحت؟ انه cholesterol is not dietary essential. essential يعني انا لازم اخذه من مصادر خارجية. فهون بيحكوا لنا هو not essential، يعني مش ضروري انا بس اكله من الاكل. ليه؟ لانه كان be synthesized in our body، لانه انا ممكن اصنعه بجسمي، فمش ضروري انا بس اضلني اخذه من برا واضل اكل كوليسترول. لا عادي، هو اساسا بتصنع بالجسم عادي. تمام؟ طب شو هم البيلدينج يونتس، الشغلات الأساسية اللي أنا منها بصنع الكوليسترول؟ هم بكل بساطة الأسيد الكوئي والناد بي اتش. طبعا في طريقة رح ناخدها إن شاء الله، هيهم الستيجز اوف كوليسترول سينثيسيس. رح نشوف بالضبط زي كيف المرة الماضية تعلمنا كيف نصنع فاتي أسيد، هالمرة بالضبط رح نتعرف كيف إحنا بنصنع الكوليسترول. تمام؟ فبس اعرفوا انتو إنه إحنا الشغلة اللي بنبلش منها هي الأسيد الكوئي. نفس شو؟ نفس الفاتي أسيد، فالاثنين بيشارك فيهم الأسيتيل كو اي. تمام؟ هلا بيحكوا لنا انه لازم يكون في بالانس بين الانبوت اند اوتبوت، يعني قديش انا بدخل وقديش بطلع كوليسترول من الجسم لازم يكون في بيناتهم بالانس. ليش؟ لانه اذا ما كان موجود ممكن الواحد يصير في عنده هايبر كوليستريميا، ويصير في عنده تراكم للكوليسترول بالاوعيه الدمويه، ويصير عنده تجلطات. تمام؟ اوكي. فبيحكوا لنا انه اني امبالانس lead to gradual deposition of cholesterol in tissue. اي امبالانس، اي عدم توازن
هذا الاشي رح يؤدي لي لديبوزيشن لترسب للكوليسترول بالأنسجة بالجسم، تحديدا وين؟ سبيشالي لايننج اوف فيسلز، تحديدا على جدار الأوعية الدموية. هذا الاشي هو اللي رح يعمل لي شو؟ كورونري ارتري ديسيز. شو هو الكورونري ارتري؟ دوب نحكيت لكم اياه، هو الوعاء الدموي اللي بغذي القلب، فهذا لو تراكم فيه كوليسترول بيعمل لي جلطات قلبية، انه القلب خلاياه صارت تموت لانه الكورونري ارتري اللي كان يغذيها صار يتراكم فيه كوليسترول ويسد لي اياه. هلا هيك احنا شو بنكون هيك خلصنا مقدمة هيك سريعة عن الكوليسترول بشكل عام. هلا بدنا نحكي عن ثلاث شغلات بزيادة عنه، يعني كل اللي حكيناه كان لساته مقدمة، هلا رح نبلش نحكي عن مواضيع هيك عنه. اول اشي رح نحكي عن stages of cholesterol synthesis، رح نشوف خطوات تصنيع الكوليسترول من الصفر كيف احنا بنصنعه جوا جسمنا. هلا انا عشان صراحه اسهلها عليكم عشان ترتيب الافكار عملت لكم هذا الملف المتواضع بس هيك عشان اوريكم تسلسل الاحداث، وطبعا اكيد انتم لازم تدرسوهم بالسلايدات بس هذا هيك عشان اسهل عليكم. خليني اشرح لكم اياهم اول شيء من هون بعدين ندرسهم من هون من السلايدات عشان تفهموهم تحفظوهم معي. ركزوا معي. هلا احنا حكينا اول شيء انه الكوليسترول من شو بيتصنع بشكل اساسي؟ من شو حكيناها؟ من الاسيد الكوي. فأنا كيف ببلش؟ نضع ملعقتين من الأستيل كوئي، بنحط أستيل كوئي وأستيل كوئي، يعني كم أستيل كوئي اللي هلأ عندي؟ تنتين، بدمجهم مع بعض عن طريق إنزيم شو اسمه؟ الثيوليز. فالثيوليز يستخدم لدمج تنتين أستيل كوئي. هلأ كل أستيل كوئي كان فيها قديش كربون؟ تنتين. لما أدمجهم شو بيصير اسم المركب؟ بيصير اسمه أسيتايل كوئي، تمام؟ هذا بيكون فيه أربع كربونات، تمام؟ ثنين، كان في عندي استيل كوئي واستيل كوئي، بدمجهم عن طريق انزيم اسمه الثيوليز، بصير اسم المركب، بكون يتكون من اربع كربونات، وشو بكون اسمه؟ الاسيتو اسيتايل كوئي، تمام؟ هلا هذا بكون يتكون من اربعة، بنروح احنا بنضيف ملعقة أخرى من الاستيل كوئي، يعني بنضيف حبة كمان استيل كوئي، وشو بندمجهم؟ يعني زي كأني حطيت ثلاثة استيل كوئي مع بعض، ندمجهم عن طريق انزيم شو اسمه؟ الHMG كوئي سنثيز، تمام؟ هلا بس نروح على السلايدات نشوف هذا اختصار شو، بس الفكرة هون انه شو؟ انه انا زي كأني دمجت ثلاثة أسيتيل كوئي مع بعض، فطلع عندي مركب شو اسمه؟ الHMG كوئي، تمام؟ حلو، هلا هاد بدي أعمل له ريدكشن، شو يعني بدي أعمل له ريدكشن؟ يعني بدي أضيف عليه هيدروجين، فلما أضيف عليه هيدروجين عن طريق إنزيم شو اسمه؟ HMG كوئي ريدكتيز، شو بصير اسم المركب؟ بصير اسمه ميفالونيت، تمام؟ بصير اسمه ميفالونيت. هلا هذا الميفالونيت طبعا بيكون يتكون لساته شو؟ من ست كربوهيدرات، من ست كربونات، صح؟ ليش؟ لانه انا اساسا كان في عندي اسيتيل كوئي واسيتيل كوئي واسيتيل كوئي دمجتهم، اعطاني هذا المركب اللي فيه ست كربونات، عملت له ريدكشن بس قمت منه هيدروجين، صار شو اسمه؟ الميفالونيت. فالميفالونيت لساته قديش فيه؟ فيه ست حبات كربون، اوكي؟ تمام. هلا هذا الميفالونيت بيكون انسولابل، ماشي؟ بيكون هيدروفوبيك، فانا بدي اخليه هيدروفيليك، تمام؟ فعشان هيك عشان يصير هو سولابل بالووتر انا لازم اضيف عليه شو؟ فوسفات جروب. فهذا الميفالونيت لما اضيف عليه فوسفات جروب شو رح يصير؟ اسمه فوسفوميفالونيت، ماشي؟ نفسه هيو الميفالونيت، هيو ميفالونيت بس ضفت عليه مقطع، شو صار اسمه؟ فوسفو ميفالونيت، تمام؟ هلا هذا الفوسفو ميفالونيت برجع مرة تانية بضيف عليه كمان فوسفات وكمان بقيم منه CH2، يعني بقيم منه كربونة، فبدل ما هو كان ست كربونات قديش رح يصير؟ رح يصير خمس كربونات، تمام؟ حلو، فنعيد سريعا عشان الناس اللي شوي الموضوع عندها تعقد، خلينا نعيد سريعا. كان في عندي ثلاثة أسيتيل كوئي دمجتهم مع بعض أعطاني مركب شو اسمه؟ HMG كوئي، تمام؟ هلا هذا بعمل له ريدكشن، يعني بقيم منه هيدروجين، شو بصير اسمه؟ ميفالونيت. هذا بضيف عليه فوسفاتي، شو بصير اسمه؟ فوسفو ميفالونيت. بروح بضيف عليه كمان فوسفاتي وباخذ منه ذره كربون، شو بصير اسمه؟ الايزو بنتانيل داي فوسفات، تمام؟ حلو. فاحنا لما قمنا منه CO2، يعني قمنا منه كربونه وحطينا فوسفات، شو صار اسمه؟ كان زمان اسمه فوسفو ميفالونيت، صار اسمه الايزو بنتانيل داي فوسفات، تمام؟ احنا بنرمز له ل ABB، تمام؟ حلو. هلا هذا ممكن انا اجيب انزيم الايزومريز ويطلع لي ايزومر منه، يعني اخوه شيء شبهه، احنا بنسميه DBB، فالاول كان IBB والثاني صار اسمه DBB اللي هو الداي
مثل ميثايل داي فوسفيت، تمام؟ فهاد وهاد ايزومرز لبعضهم. فانا اول اشي بصنع هاد، بعدين بعمل منه ايزومر، بعدين بخلي الاثنين عندي، يعني بخلي الاي بي بي وبخلي الدي دي بي وبجمعهم الاثنين. هلا هاد الاي بي بي اساسا هو خمس كربونات، صح؟ صح. والدي دي والدي بي بي برضه كمان خمس كربونات، فانا لو اجمعهم طلع لي مركب فيه قديش؟ فيه 10 كربونات. حلو، تمام. هلا هذا المركب اللي فيه 10 كربونات اللي نتج من جمع الاي بي بي والدي بي بي شو اسمه؟ اسمه ال جرانايل داي فوسفيت، تمام؟ فهذا الجرانايل داي فوسفيت هو عبارة عن قديش؟ عبارة عن 15 عبارة عن 10 ذرات كربون فيه. هلا هاد بعدين بروح بضيف عليه كمان مرة من الاي بي بي، فهو كان 10 وضفت عليه واحد عليه 5 هي زائد اي بي بي، قديش بصير؟ بصير عدد الذرات 15. شو بصير اسم المركب؟ بصير اسم المركب اللي هو الفارنيسايل داي فوسفيت، تمام؟ هلا هذا الفارنيسايل داي فوسفيت بضيف عليه واحد تاني زيه، يعني فارنيسايل داي فوسفيت تاني، فهو كان 15 وزدت عليه واحد نفسه قديش صاروا؟ صاروا 30 ذرة كربون. هلا المركب اللي فيه 30 ذرة كربون هذا شو بكون اسمه؟ بكون اسمه السكوالين، تمام؟ فالسكوالين هو اللي بكون فيه 30 ذرة كربون. هلا بعدين هون بصير في عندي سيكونس اوف رياكشن باستخدام رياكشنز، مجموعة تفاعلات باستخدام الاكسجين وما اكسجين، يعني مجموعة تفاعلات ما لها دخل فيهم. المهم بالاخير انه السكوالين بتحول لمادة شو اسمها؟ اللانوستيرول. فاللانوستيرول هاي هي نفس عدد ذرات السكوالين، السكوالين كان 30 ذرة كربون ونفس الشيء اللانوستيرول. هلا اللانوستيرول هذا 30 ذرة كربون، والكوليسترول معروف انه هو 27 ذرة كربون، فاحنا لازم نحول اللانوستيرول لكوليسترول. فاول شيء بنعمل شورتينج، بدل ما هو كان 30 بصير 27، وبنعمل مايجريشن للدبل بوند، وبنعمل ريدكشن يعني بنعمل اختزال، وبنحط ذرات هيدروجين من عنا. فهيك هو شو بيتصنع عندي الكوليسترول. كيف بس؟ هي شوي بصراحة موضوع شوي هيك طويل، بس صدقا جدا ممتع. تعالوا نعيد نفس الخطوات مع بعض من الصورة هاي، من الملف هذا ومن السلايدات سوا، تمام؟ اول خطوة شو كانت؟ اني انا بحط اسيتيل كو اي واسيتيل كو اي وبدمجهم مع بعض عن طريق الثيوليز. خلينا نشوفها مع بعض. شوفوا معي، هلا هاي الستيجز هون هو مرقمهم هيك حاطهم ورا بعض في كونه منهم. هلا احنا بدنا نشوف واحده واحده بالتفصيل، اوكي؟ هلا اول خطوه بيحكوا لي اللي هي شو هيها اللي هي هون، انه انا في عندي شو synthesis of HMG CoA from acetyl CoA. هلا بيحكوا لنا انه اوكي هي بشكل اساسي. تعالوا شوفوا معي هاي الصوره. هلا هاي الصوره بيحكونا انه في عندي تنتين اسيتيل كو اي بدمجهم عن طريق شو اسم الانزيم زي ما حكينا ثيوليز. شو بينتج عندي مركب اسمه الاسيتو اسيتايل كو اي. هذا الاسيتو اسيتايل كو اي برجع بضيف عليه شو؟ برجع بضيف عليه اسيتيل كو اي عن طريق هذا الانزيم اللي هو الاتش ام جي كو اي سينثيز، فبتحول عندي لمركب اسمه اتش ام جي كو اي. هيو نفسه اسيتيل كو اي واسيتيل كو اي دمجناهم اول مره عن طريق الثيوليز، بعدين بطلع عندي الاسيتيل الاسيتو اسيتايل بدمجه مع كمان اسيتيل كو اي اللي هي الثالثه عن طريق شو اسم الانزيم هالمره؟ الاتش ام جي كو اي سينثيز، فبطلع عندي هذا المركب اللي هو الاتش ام جي كو اي، تمام؟ فهاي هي اول خطوه، اني انا بالاخير شو دمجت ثلاثه اسيتيل كو اي وطلع عندي مركب شو اسمه؟ اتش ام جي كو اي. هذه هي الخطوه الاولى، هيها اللي هي شو اسمها synthesis of HMG CoA، تمام؟ من وين؟ من ثلاثة acetyl CoA، اوكي؟ تمام. هلا بيحكوا لنا انه شايفين هذا الانزيم اللي هو ال HMG CoA synthase اللي هو شارك هون، هيو هون هذا الانزيم بيحكوا لنا انه هذا موجود، برضو كمان في منه ايزو انزيمز، يعني في منه اخوان هيك بيشبهوه نفس الوظيفه، وين موجودين؟ لتصنيع الكوليسترول وين؟ بالسيستول، ماشي؟ فبكون في عندي سيستوليك انزيم، يعني بالسيستول، يعني انزيمات موجوده بالسيتوبلازم تاع الخليه عشان تصنيع الكوليسترول اللي هي نفسها هاي اللي احنا بنحكي عنها. بس برضو كمان هاي ممكن تكون موجوده بالميتوكوندريا. بس اذا هذا الانزيم اللي هو الاتش ام جي كو اي كان موجود بالميتوكوندريا، هذا مش لتصنيع الكوليسترول، بكون لتصنيع الكيتون بوديز، تمام؟ تمام. فهذا الانزيم بس هيك معلومه على الهامش عنه، يعني انه هو موجود مكانين، يا اما بالسيستول
هذا بكون اكيد لتصنيع الكوليسترول اللي احنا اساسا هلا عم نحكي عنه، او يا يعني اما بكون بالميتوكوندريا، بس هون ما بكون الكوليسترول، بكون لتصنيع مواد اسمهم كيتون بوديز. تمام، هلا هيك احنا شو، احنا هيك بنكون خلصنا الخطوه الاولى وصنعنا مين الاتش ام جي من مين، من 3 استيل كو. حلو، بعدين بدنا احنا نصنع الماده اللي احنا شو بنسميها الميفالونيت. هاي هالميفالونيت كيف انا بصنعها؟ عن طريق انه ال HMG بعمل له شو ريدكشن، يعني شو انا بضيف عليه، يعني انا عم بضيف عليه هيدروجيني. فشو اسم الانزيم؟ HMG CoA reductase. هيك انا شو بصنع المركب اللي اسمه الميفالونيت. هاي الخطوه الثانيه اللي هي synthesis of mevalonic acid اللي هو نفسه الميفالونيت. هلأ بحكونا انها هاي اهم خطوة، والانزيم تاعها هو اهم انزيم، وهو اللي بيعتبر الكي انزيم، ماشي، اللي انا من خلاله بقدر انظم كل عملية تصنيع الكوليسترول من خلال اني انا اتحكم بالانزيم المسؤول عنها اللي هو مين، اللي هو ال HMG CoA reductase. فهاي معلومة مهمة، يعني انا لو بدي اقلل تصنيع الكوليسترول بضبط مين، ال HMG CoA reductase، ماشي. هلأ في غيره اللي فوق حكينا عنه كان HMG CoA synthase، هداك ما دخلنا فيه، احنا قلنا دخل بمين؟ بال HMG CoA synthase. تمام؟ اوكي، فهاي اول معلومة عنا، ماشي؟ هلأ بيحكولنا انه هو reaction is irreversible، معلومة عن التفاعل عرفوها، انه هو هذا ال reduction اللي حيصير هون بيكون هو شو؟ بيكون هو irreversible. وشوفوا هاي في عندي هون صورة التفاعل اللي هو كان في عندي انا شو؟ كان في عندي ال HMG CoA، ماشي؟ وبعدين عملت له ريدكشن وصار شو اسمه الميفالونيك اسيد اللي هو نفسه الميفالونيت. هلا هذا الاشي طبعا انا بعمل ريدكشن، يعني انا عم بضيف اتش، من وين عم بجيب الاتش؟ بكون في عندي ناد بي اتش، باخذ الاتش تاعتها وبعطيها للاتش ام جي، فبتتحول لميفالونيك اسيد. تمام، فانا هون بهاي الخطوه كتير احتاجت مين؟ الناد بي اتش. فبيحكوا لنا انه هي اقراوا معي فوق شو مكتوب، انه وي نيد ناد بي اتش as cofactor. كتير بنحتاج الناد بي اتش، ليش؟ عشان ناخذ منه الاتش تاعته ونعطيها للاتش ام جي عشان تتحول للميفالونيك اسيد. تمام، حلو كتير. هيك احنا وصلنا بالاخير شو، لانه احنا صنعنا الميفالونيت. تمام، هلا الخطوات الباقيه اللي هي حكينا انه اول شيء الميفالونيت بضيف عليه فوسفات. الخطوه اللي بعدها اني انا بضيف فوسفات وبقيم هي ناقص CO2، ماشي. بعدين شو؟ بعدين بطلع عندي هذا الايزو بنتينايل داي فوسفيت. فخلينا نقرا هدول الخطوات لحديت هون، ماشي. انه الميفالونيت شو انا عملت له فوسفوريليشن، ضفت فوسفات، شو صار اسمه فوسفوميفالونيت. بعدين ضفت كمان فوسفات وقيمه كربوني عن طريق اني طلعت CO2، فهذه شو بصير اسمه الايزو بنتينايل داي فوسفيت. فخلينا نقرا هدول الخطوتين مبدئيا. هيهم بيحكوا لنا اول شيء اللي هي انه انا رح يصير في عندي فوسفوريليشن رياكشن للميفالونيت، رح يتحول لشو؟ لفوسفوميفالونيت داي فوسفيت. تمام، هذه هي اول اشي. هلا هذا اللي هو متى هذا الحكي؟ لما انا اضيف فوسفيت. هلا بعدين برجع زي ما حكينا بضيف فوسفيت وبطرح بقيم CO2، يعني انا عم بنقص ذرات الكربون. فلما ارجع اضيف فوسفيت واقيم CO2 شو بصير اسم المركب؟ الايزو بنتينايل داي فوسفيت. تمام، هلا هذا الايزو بنتينايل داي فوسفيت اللي احنا بنرمز له اي بي بي، ممكن انا اجيب ايزومريز واحوله للايزومر تاعه اللي هو الدي بي بي اللي هو الداي ميثايل داي فوسفيت. فهيو بيحكوا لنا انه الايزو بنتينايل داي فوسفيت ممكن انا استخدم الايزومريز واحوله لشو؟ لداي ميثايل داي فوسفيت. تمام، فانا هون بكون في عندي بالاخير صنعت هدول الاثنين اللي هم الاي بي بي والايز، هني اضبطها اي بي بي والايزومر تاعه اللي هو الدي بي بي. تمام، فهيك انا بكون صنعتهم، ماشي، صاروا في عندي شو الاي بي بي والدي بي بي. هلا ممكن انا شو امسكهم الاثنين واجمعهم مع بعض، هذا 5 كربونات وهذا 5 كربونات، بجمعهم بطلع لي مركب فيه 10 كربونات، شو اسمه؟ اسمه الجرانايل داي فوسفيت.
هيك انا بكون بلشت بالخطوه اللي بعدها اللي هي شو اسمها اللي هي هيها الاولى انه انا عم بجمع واحد اي بي بي وواحدة اي دي دي اللي هم الاثنين ايزومر لبعض ولما اجمعهم هذا بكون خمس كربونات وهذا بكون خمس كربونات فانا بطلع معاي اللي هو الجرانايل دايفوسفيت اللي هو بكون قديش بكون 10 كربونات. هلا هذا نفسه الجرينايل دايفوسفيت برجع مره تانية بضيف عليه واحدة تانية اي بي بي هي الخطوه اللي تحتها انه هذا الجرينايل دايفوسفيت برجع بحط عليه اي بي بي هي زي ما حكيت لكم اياها برضو كمان هون اللي هي الجرينايل دايفوسفيت برجع بضيف عليها اي بي بي مره تانية بدل ما كانت 10 كربونات هيك انا بضيف عليها الاي بي بي اللي هو 5 فقديش بصير مجموع الكربونات بصير 15 وشو بصير اسم المركب بصير اسمه الفارنيسايل دايفوسفيت تمام هذا قديش بكون فيه 15 كربونه. بعدين هذا الفارنيسايل دايفوسفيت اللي طلع معاي بروح بحط عليه واحد زيه يعني بضيف عليه كمان فارنيسايل دايفوسفيت فهذا 15 كربونه وهذا 15 كربونه بيطلع عندي بالاخير مين بيطلع عندي بالاخير السكوالين اللي هو هي السكوالين اللي هو 30 كربونه هيو اقراوا معاي انه كان في عندي الجرانايل دايفوسفيت ضفت عليه اي بي بي صرنا لي شو الفارنيسايل دايفوسفيت. هلا الفارنيسايل دايفوسفيت بعمل يعني باخده وبحط واحد زيه عليه فبطلع لي مركب بيكون فيه 30 كربون اللي هو السكوالين تمام اوكي. هلا هون لما يصير هو السكوالين مش احنا كان في عليه تنتين فوسفات بيروحوا عنه فهمتوا كيف لما يصير سكولين التنتين فوسفات اللي هو اكتسبهم فوق شو بيروح بكبهم خلاص ببطل بالدوائيه اوكي تمام. هيك احنا شو بنكون وصلنا عند السكوالين. شو ضايل عشان اوصل للكوليسترول؟ ضايل انه اول شيء السكوالين يتحول للانوستيرول. كيف بتحول للانوستيرول؟ زي ما انا كاتبت لكم sequence of reactions عن طريق مجموعه من التفاعلات. هاي تعالوا نقراها مع بعض. بيحكوا لنا الفورميشن اوف لانوستيرول. هلا الفورميشن اوف لانوستيرول بيحكوا لنا انه a sequence of reaction using oxygen and NADPH هذا الاشي رح يحول لنا السكوالين. هي السكوالين is converted to لانوستيرول تمام. هيك احنا شو بنحول شو اسمه السكوالين لانوستيرول. هلا بعد ما يصير في عنا اللانوستيرول هيو بعد ما انا صار في عندي اللانوستيرول اللانوستيرول بيكون 30 كربوني بصير له شورتينينج عشان يصير 27 بصير له مايجريشن للدبل بوند بصير له ريدكشن وبضيف عليه شويه هيدروجينات وشو بصير اسمه كوليسترول اللي هو اساسا احنا بدنا نصنعه. هاي تعالوا نقرا مع بعض. بحكوا لنا انه علشان اللانوستيرول يتحول لكوليسترول شو بصير في عندي؟ اول شيء بصير في عندي شورتينينج مايجريشن ريدكشن. شورتينينج انه بدل ما كان عدد الكربونات 30 بصير 27. مايجريشن للدبل بوند بدل ما كانت عند الكربون الثامنه بتصير عند الكربون الخامسه. وريدكشن يعني انا بضيف هيدروجين. وين بضيف هيدروجين؟ للدبل بوند اللي كانت بين الكربون ال24 والكربون ال25. فبدل ما كان في عندي هون دبل بوند ايش رح يصير في عندي؟ سينجل بوند. اوكي تمام. هيك احنا شو هيك احنا بنكون خلصنا كل هاي وان شاء الله انكم تكونوا فهمتوها وفهمتوا عن جد منيح كيف احنا صنعنا الكوليسترول. هلا هيك احنا بنكون شو بنكون خلص خلصنا اهم اشي بصراحة بمعادلة اليوم وايش احكي لكم يعني اللي هو اكثر شيء راح ياخذ من وقت اللي هو الستيجز اوف كوليسترول سينثيسيس تمام اللي هي كيف احنا بنصنع الستيرول خلصنا منه. هلا بدنا نحكي هيك موضوعين صغار ضغيرات عن الكوليسترول اللي هم الريجوليشن اوف كوليسترول والكوليسترول اكزكريشن. اول شيء راح نحكي عن مين؟ عن الريجوليشن اوف كوليسترول كيف انا ممكن ازيد تصنيع الكوليسترول بالجسم اذا انا بحاجته وكيف بنفس الوقت اذا كان هو زياده بالجسم كيف انا ممكن اقلله. هيو اللي هو الـ regulation of cholesterol. هلا بيحكوا لنا انه احنا لما بدنا نتحكم بتصنيع الكوليسترول كيف بنتحكم فيه؟ بكل بساطة عن طريق الكي انزيم تاعه. شو هو الكي انزيم؟ شو هو اهم انزيم بتصنيع الكوليسترول؟ هاي المعلومة احنا حكيناها اللي هو شو الـ HMG-CoA reductase. هذا الانزيم حكينا هو اهم انزيم بكل السلسلة. بس اثبته شو بصير؟ بتثبت تصنيع الكوليسترول وبس احفزه وعمل له activation بصير activation لتصنيع الكوليسترول تمام؟ فهي هي اهم معلومة. هلأ في عندي 1, 2, 3, 4, 5 طرق ممكن انا من خلالها ازيد او اقلل تصنيع الكوليسترول. اول شيء في عندي شو طريقتين انا شو بسميهم ستيرول ديبندنت هي الاولى والثانيه.
هذول التنتين شو بكونوا ستيرول دي بندنت. شو يعني هذا الحكي؟ يعني انه اذا زاد الكوليسترول بالجسم انا كردة فعل بالجسم رح اصير شو، احاول اقلله ماشي، وبنفس الوقت اذا هو كان اساسا الكوليسترول قليل بصير انا احاول اشجع تصنيع الكوليسترول عشان يزيد بالجسم. فاول وحدة لما يكون انا في عندي كوليسترول قليل بالجسم معناها انا كجسم بدي اصير اصنع اكثر، صح؟ فهذه هي النقطة الأولى، بيحكوا لنا اللي هو sterol dependent regulation of gene expression. لما أنا يكون في عندي low cholesterol level ماشي، هذا الإشي شو بيعمل؟ بروح activate a transcription factor leading to increase HMG-CoA reductase synthesis. شو يعني هذا الحكي؟ هلأ مش إحنا في عنا هاي الخلية وفيها النواة، النواة إيش فيها؟ فيها المادة الوراثية اللي هي الكروموسومات وميكروموسومات. أنا لو أمسك مثلا كروموسومات معينة بلاقي فيها جينات، كل جين مسؤول عن بروتين معين، مسؤول عن تصنيع بروتينات معينة بشكل معين. هذا الحكي إن شاء الله رح تاخذوه الفصل الجاي بمادة الجينتكس بالتفصيل الممل، بس المهم إنكم لازم تعرفوا إنه كل بروتين ماشي، أو خلينا نحكي كل إنزيم، كل يعني هو أساساً إنزيمات بروتينات، فهون خلينا نحكي كل بروتين مسؤول عنه جين معين بالمادة الوراثية. فهون بيحكوا لنا انه شايفين هدول البروتينات او هدول الانزيمات اللي مسؤولين عن تصنيع الكوليسترول، هدول انا اذا الجسم فيه كوليسترول قليل بيروح بيشجع خلينا نحكي هدول الجينات انهم هم يتحولوا للبروتينات تاعتهم، فيزيد كمية البروتينات اللي هي الانزيمات المسؤولة عن تصنيع الكوليسترول. تمام؟ فانا هيك شو بكون زي كأني رحت على النواة حكيت لها يلا يا نواة شجع الجينات اللي جواكي انها هي تتحول للبروتينات او تعمل اكسبريشن لحالها عشان تصير بروتينات وشو، ويعني تشجع لي عملية تصنيع الكوليسترول. تمام؟ فهاي هي انه لما يكون الكوليسترول قليل activate a transcription factor leading to increase HMG-CoA reductase. لما يزيد هذا ال HMG reductase هيك شو كل العملية خلاص بتزيد ماشي، هي increased cholesterol synthesis بصير في عندي. هاي هي اول واحدة، لما يكون شو الكوليسترول قليل فانا بحاول ازيده. تاني نقطة هي لما يكون العكس، لما يكون أساسا الكوليسترول كتير وأنا أصير بدي شو، بدي أصير أقلله. هلأ هون شو بيحكوا لنا؟ بيحكوا لنا إنه لما يزيد الكوليسترول بالجسم هذا الإشي هيو هاي كوليسترول ليفل شو بيعمل؟ decrease the stability of HMG-CoA reductase، بقلل الستابلتي تاعت هذا الإنزيم، فزي كأنه بحفزه إنه يصير له شو degradation ويتكسر. تمام؟ فأنا لما يقلل الكوليسترول بحفز هذا الإنزيم، ولما يزيد الكوليسترول العكس بقلل الستابلتي تاعت هذا الإنزيم عشان يتكسر ويبطل في عندي هذا الإنزيم فيوقف تصنيع الكوليسترول. تمام؟ فهدول هم أول طريقتين لتنظيم الكوليسترول بالجسم. ثالث واحدة هي بكل بساطة كتير بتشبه شو، كتير بتشبه تصنيع الفاتي أسد والعوامل اللي كانت تأثر على تصنيع الفاتي أسد. إذا بتتذكروا درسناهم بمحاضرة 12 كنا نحكي في بعض العوامل لما تزيد بتزيد تصنيع الفاتي أسد، ها هذا على الحكي المرة الماضية، وبعض العوامل لما تقل برضو كمان شو بتقلل تصنيع الفاتي أسد، وهكذا نفسهم 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 رح يكونوا هم تاعات شو اسمه تصنيع الكوليسترول. فمثلا احنا لما كنا نحكي المرة الماضية كنا نحكي انه زيادة الـ AMB وقلة الـ ATP، يعني زاد الـ AMB اللي هو الأدينوزين مونوفوسفيت وقل الـ ATP اللي هو الأدينوزين تراي فوسفيت. هذا الاشي شو بيعمل؟ هذا الاشي بالفاتي أسد كان يثبت تصنيع الفاتي أسد، ونفس الشي بالشو اسمه بالكوليسترول بيثبت تصنيع الكوليسترول. فأنا كل ما زاد الـ AMB وكل ما قل الـ ATP، خلينا نقرأ شو بصير، بيحكولنا إنه cause phosphorylation of HMG-CoA reductase. هلأ الإنزيمات بشكل عام بس عاملينها phosphorylation بكون عم بثبتها، فهي هذا الاشي هي اقرأ بحكو إنه causing its inactivation، يعني أنا بخليها inactive بثبتها. تمام؟ فهذا اشي مهم انه كل ما زاد الـ AMB كل ما قل الـ ATP، كل ما انا عم بعمل inactivation لهذا الانزيم اللي هو الـ HMG-CoA reductase، فانا هيك بقلل شو، بقلل العملية شو اسمه تصنيع الكوليسترول، سوري تصنيع الكوليسترول ماشي. هلا بيقول انه with decrease cholesterol synthesis راح يقل تصنيع الكوليسترول ماشي. برضو كمان شغلة الانسولين، الانسولين اذا بتتذكروا شو كان يعمل
بالفاتي أسيد كان يزيد تصنيع الفاتي أسيد. نفس الشيء هون بالكوليسترول، كل ما زاد الإنسولين كل ما زاد شو تنشيط صناعة الكوليسترول، نفس الشيء تمام. فبيحكوا لنا إنه هذا ال HMG CoA reductase is active in dephosphorylated form. لما أنا أعمل له dephosphorylation بصير active، أما لما أعمل له phosphorylation بصير inactive. فهمتوا كيف؟ تمام. وهذا الشيء ممكن يصير عن طريق برضو كمان شو الإنسولين، إنه يعمل شو dephosphorylation لا ال HMG CoA reductase فيصير شو activate it، ماشي، بروح بحفزه وبنشطه. هاي في عنا هون الصورة بيحكوا لنا إنه إحنا الإنسولين ماشي هذا شو بيكون يحول ال HMG CoA reductase من phosphorylated لشو unphosphorylated، يعني بيعمل هاي بيجيب فوسفاتيز يعني بيقيم الفوسفات اللي عنه، فبصير هاي بصير مش مفسفر خلينا نحكي، فهون بصير هو active. فالإنسولين بأكتف هذا الإنزيم وبزيد تصنيع الكوليسترول، على عكس مين؟ على عكس الجلوكاجون اللي هو بحفز الكاينيز، فهيك بدل ما هو كان أكتف بخليه يصير إن أكتف وبيعمل له فوسفوريليشن. نفس العوامل اللي كانت تأثر بالفاتي أسيد زي ما بحكي لكم هلأ هي شو بتأثر بالكوليسترول سانثيسز. أوكي حلو، فهيك احنا بنكون خلصنا أول ثلاث شغلات بيأثروا على الكوليسترول وتنظيمه بالجسم. هلا رابع شغله هي الهرمونال ريجوليشن. تمام. هلا رجعنا لنقطه الانسولين. الانسولين بيحكوا لنا انه انسولين causes up regulation of expression of HMG CoA reductase gene leading to increased cholesterol synthesis. نفس الموضوع بس هون بطريقه اخرى. هلا اول مره لما حكينا عن الانسولين حكينا هو كيف بنشط هذا ال HMG CoA reductase عن طريق انه بيعمل له ديفوسفوريليشن، بيقيم الفوسفات اللي عليه. هلا تحت برضه كمان بيحكوا لنا عن الانسولين انه هو بنشط هذا الانزيم بس بطريقه اخرى. شو هي؟ هي انه بيروح بحفز انه الجينات اللي مسؤوله عن ال HMG CoA reductase انها هي تصنع المزيد والمزيد منه. اوكي، فهذه هي النقطه الرابعه، بتختلف عن النقطه اللي قبلها شوي. تمام. اما النقطه الخامسه اللي هي شو اللي هي اللي بيحكوا لنا الانهيبيشن باي استاتين دراجز. هلا هون احنا في عنا ادويه، يعني كل اللي فوق كانوا من الجسم لحاله، اما اللي تحت هدول بيكونوا ادويه ممكن الانسان ياخذهم حتى يقلل الكوليسترول بالجسم. طب ليش احنا بدنا نقلله؟ بكل بساطه عشان ما نعمل جلطات. يعني الناس اللي عندهم هايبر كوليستريميا وكثير كانوا ياكلوا كوليسترول وصار بيصير عندهم جلطات واثيروسكليروسيس اللي هو مرض تصلب الشرايين اللي ان شاء الله راح تاخذوه بالسي في اس، هذه الشغلات كلياتها احنا بس بدنا نقلل الخطر بتاعها بناخذ شو ستاتين دراجز، هيك اسمهم هم، هدول بقللوا الكوليسترول بالجسم. من امثلتهم اللي هو اللوفاستاتين، الروزي فاستاتين، والسيمي فاستاتين. هلا هدول الثلاث ادويه كثير بيشبهوا شكل هذا الانزيم اللي هو ال HMG CoA reductase، وبكونوا زي ما تحكوا يقوموا بتثبيط تصنيع الكوليسترول، ما بيزيدوا الكوليسترول. فهمتوا كيف؟ يعني هم بيكونوا يقللوا الكوليسترول بس هم شكلهم بيكون يشبه شكل هذا الانزيم، ومش مطلوب منكم اكثر من هيك. يعني انتم لسه لا اخذتوا ادويه ولا اخذتوا فارما ولا شيء، تمام، بس احفظوا اسمائهم انه هدول هم بقللوا الكوليسترول بالجسم عشان ما يصير عند الواحد كورونري ارت ديزيز، الكورونري ارت ديزيز، وما يصير عنده جلطات، فباخذ هدول شو الادويه. تمام. اوكي، هيك احنا بنكون خلصنا شو خلصنا الستيجز وخلصنا الريجوليشن للكوليسترول. باقي عندنا بس اخر نقطه اللي هي الكوليسترول اكسكريشن، كيف انا ممكن اتخلص من الكوليسترول، من يعني اطلعه برا الجسم، هيو اللي هو الكوليسترول اكسكريشن. هلا اول نقطه، انا الكوليسترول صعب استفيد منه بتصنيع شغلات، هلا هو بصنع منه كل الستيرويدز الاخريات، بس قصدي لما بدي اكسره خلص واخلص منه ما بيعطيني شغلات مثلا ممكن اعيد تصنيعها او هيك، لا لا ليه؟ لانه هي بيحكوا لنا انه الرينج ستراكشر اوف كوليسترول كانت بي ميتابولايزد تو H2O اند CO2. اذا بتتذكروا لما كنا نحكي عن الجلوكوز كنا نحكي ممكن ينتج عن تصنيع عن الميتابوليزم تاعته مثلا H2O او CO2 او زي هيك، بس الجلوكوز بس الكوليسترول لا مش زي الجلوكوز، تمام. فانا مش ممكن انه بالاخير يطلع منها معي خلص مي و CO2 وخلص اخلص منه، لا انا لازم اتخلص منه بالجسم عن طريق شغلتين. اول شغله اللي هي البايل، اللي هي العصارة الصفراويه بسموها، اللي بتكون عند البايل داكت، عند البنكي، عند الليفر، الكبد، وقصص كتيرة. يعني البايل هو هذا احنا بنسميه العصارة الصفراويه، ممكن الكوليسترول يحمل حاله ويحط حاله بهاي البايل، تمام.
فبس يعني هو هون احنا بنسميه بكون زي كأنه اختلط هو مع البايل اسيدز، تمام. بس وهدول بالنهاية زي ما بتحكوا خلص بيتم اخراجهم من الجسم. هذه هي اول طريقة. وثاني طريقة انه هو يتحول لمادة اسمها الكوبرا ستانول او مادة اسمها الكولي ستانول، وهدول التنتين بيطلعوا مع الستول، تمام. فهيك احنا بنكون شو، بنكون طلعنا الكوليسترول من الجسم. جدا الموضوع بسيط وقصير. هيك احنا شو بنكون خلصنا شو اسمه الكوليسترول وكل قصصه. هلا في باقي عندنا موضوع تاني رح نحكي عنه اليوم ان شاء الله بمحاضرة 13، واللي هو الايكوسانويدز. هلا شو هم هدول الايكوسانويدز؟ هدول بكل بساطة احنا هلا شوي رح نضل باقي المحاضرة بس نحكي عنهم. هدول بيحكوا لنا اول شي، خلينا نشوف اسمهم، ليش اسمهم ايكوسانويدز؟ هاد رح يعطينا تعريفهم. الايكوسانويدز بيحكوا لنا اول شي هي مش ايكوسانويدز، الايكو بلا الايكو الايكوزا سانويدز. هلا المقطع الايكوزا هذا معناه 20 كربوني، تمام. فهي اول صفة من صفات هدول الايكوسانويدز، انهم هم بتكونوا من 20 كربوني. اما تاني شغلة اللي هي البولي البولي انويك. هلا شو يعني بولي انويك فاتي اسيد؟ هلا هذا الاشي معناه انه هو unsaturated فاتي اسيد، وبكون في عندي اكتر من رابطة ثنائية بالمركب. بكل بساطة الإيكوسانايتس هدول هم عبارة عن هيك صفور إياهم جنب بعض، 20 حبة كربون هيك بكونوا، وبكون شو في بيناتهم أكتر من رابطة ثنائية. فإذا المركب حقق هدول الشرطين إحنا شو بنسميه؟ الإيكوسانايتس، تمام؟ أوكي. هلا بيحكوا لنا they are three the dietary precursor is the essential fatty acid. أوكي سيبكم من هاي شوي، هلا بحكي لكم إياها. المهم استنى شوي، المهم إنه إحنا ركزوا معي. هلا الإيكوسانايتس حكينا هم مركبات من 20 كربونه، وبكون في بيناتهم اكثر من دبل بوند، اوكي تمام. من اهم امثلتهم هو الاراكيدونيك اسيد. هلا الاراكيدونيك اسيد هذا بيكون يتكون من 20 كربونه، وبكون فيه اربع روابط ثنائيه. فهو هون حقق الشرطين، الشرط الاول انه 20 كربونه، والشرط الثاني انه فيه اكثر من رابطه ثنائيه، لانه هو عنده كم وحده؟ عنده اربعه، ماشي. هلا الاراكيدونيك اسيد حكينا عنه المره الماضيه، حكينا كيف بنصنعه، حكينا بنصنعه من اللينولينيك اسيد، لينوليك اسيد. هلا اللينوليك اسيد هذا بكون يتكون من 18 كربونه، وعنده رابطتين ثنائيات. ممكن انا اعدل عليه واخليه يصير اسمه شو؟ اراكيدونيك اسيد. فالاراكيدونيك اسيد بيحكوا لنا عنه انه هو شو يعني بينتج من اللينولينيك اسيد. فاللينولينيك اسيد شو بيحكوا لنا عنه؟ انه هو بريكيرسر للاراكيدونيك اسيد. يعني انا باكل لينولينيك اسيد، فاللينولينيك اسيد يعتبر اسينشال فاتي اسيد، ما بدخل على الجسم الا اذا انا اكلته، تمام. فلما انا اكل هذا اللينولينيك اسيد بالجسم بروح بحوله للاراكيدونيك اسيد. فالاراكيدونيك اسيد ما بتصنع بالجسم بدون هذا الاسينشال فاتي اسيد اللي هو اللينولينيك اسيد. فانا اللينولينيك اسيد بحكي عنه اسينشال لاني ما بقدر احصل عليه الا من الاكل. اما الاراكيدونيك اسيد في حال كان اللينولينيك اسيد بالجسم بيكون مش اسينشال. اما اذا كان الانسان اساسا ما عنده لينولينيك اسيد، فالاراكيدونيك اسيد هون هو بصير بده ياكله اكل لانه ما راح يقدر يصنعه بالجسم. فهمتوا كيف؟ فاذا كان اللينولينيك اسيد بالجسم، انا الاراكيدونيك اسيد عادي بصنعه بالجسم من اللينولينيك اسيد ولا يعتبر اسينشال. اما اذا كان اللينولينيك نفسه اساسا مش موجود، فهون الاراكيدونيك بصير انا لازم اكله. فبهون بنقدر نعتبر الاراكيدونيك اسينشال. فالاراكيدونيك مش دائما اسينشال، الاراكيدونيك بكون اسينشال بس اذا اللينولينيك ما كان موجود. اما اذا اللينولينيك موجود لا عادي، الاراكيدونيك بتصنع طبيعي بالجسم وما بيكون اسينشال. ان شاء الله تكون وضحت. هلا هذا اللي بيكون انه هو هاي المركبات ومن ضمنهم الاراكيدونيك اسيد بنصنعهم طبيعي بالجسم خلايا الجسم عادي. بحكوا لنا هاف فيسيولوجيكال اند فارماكولوجيكال اكشن، يعني بستخدمهم انا بشكل فيسيولوجي طبيعي بالجسم، إلهم وظائف طبيعية بالجسم هلا رح نتعرف عليها. وبرضه كمان فارماكولوجيكال اكشن، يعني ممكن انا استخدمهم برضه كمان بالادوية زي ما هلا رح نوضح ان شاء الله. هلا هدول بيحكوا لنا عنهم انهم هم شو؟ هرمون لايك مولكيول، هم بيشبهوا الهرمونات، ماشي. طب ليش هم مش هرمونات؟ ليش انا ما بقدر اعتبرهم هرمونات؟ ليش بعتبرهم هرمون لايك؟ بيحكوا لنا لانه هم عندهم خصائصهم اوتوكراين اند باراكراين، بس هم مش اندوكراين، يعني هم مش اندوكراين بس هم اوتوكراين وباراكراين. شو يعني هذا الحكي؟ تعالوا ركزوا معي. هلا اذا بتتذكروا مفروض انتوا اخذتوها انه اذا كان انا في عندي خلية، ماشي، وعليها ريسبتر،
طلعت مواد من جواها وأثرت على حالها. هذا الإشي أنا شو بسميه، اللي هو الأوتو كراين. ماشي. طيب إذا كان في عندي خلية ماشي وجنبها أختها الثانية اللي هي الخلية، والخلية هاي طلعت مواد أعطتهم لجارتها اللي بالضبط جنبها، هذا أنا شو بسميه باراكراين أكشن، باراكراين. طيب إذا أنا كان في عندي هون خلية وطلعت مادة، وهاي المادة راحت شو، راحت مشيت بالدم، ومشيت مشيت مشيت، ومثلا راحت، خلينا نحكي على أورجان بعيد، مثلا راحت على الرئة مثلا، أو على الكلية، أو على المخ، تمام، يعني على أورجان خلينا نحكي بعيد كتير عن طريق الدم. هذا أنا شو بسميه، هذا أنا بسميه اللي هو الإندوكراين أكشن، تمام. فهدول المركبات زي الأراكيدونيك أسيد أنا بكون في عندهم الأوتوكراين أكشن، وبكون في عندهم الباراكراين أكشن، بس الإندوكراين أكشن هذا هو اللي ما بكون موجود عندهم. فعشان هيك أنا ما بقدر أعتبرهم هرمونات، هم هرمون لايك مولكيول، بيشبهوا الهرمونات إنه عندهم أوتوكراين أكشن، عندهم باراكراين أكشن، بس ما عندهم الإندوكراين أكشن، تمام. فعشان هيك أنا هدول الإيكو سينويدز أنا شو ما بقدر أعتبرهم هرمونات، هم هرمون لايك مولكيول، عندهم الأوتوكراين أكشن وعندهم برضو كمان الباراكراين أكشن، تمام أوكي. هلأ هدول التسميات هم رح تلاقوا إنه اسمهم مثلا بي جي إي 2 أو بي جي إي 3 أو زي هيك. شو هو هذا الرقم؟ هلأ أول شيء الثلاث حروف هدول بيكونوا اسمه أو اختصار الاسم، تمام. طيب أما بالنسبة ل 2، تو هاي تعبر عن عدد الدبل بوند اللي موجودات عندي، فأنا لما أحكي هون تو معناها أنا هذا المركب في عنده تنتين دبل بوند، فهمتوا كيف؟ جدا الموضوع سهل، أوكي؟ تمام. هلأ هدول الإيكوسانويدز في إلهم نوعين، خلينا نحكي، أول نوع بيكون زي ما تحكوا فيه هيك حلقات وما حلقات، هذا أنا شو بسميه؟ سايكليك كومباوند، ماشي؟ وفي عندي لا بكون هيك لينير، ماشي، ما بكون فيه مثلا سايكل مسكرة، هذا بسميه أسايكليك كومباوندز. فالسايكليك كومباوندز هو بكون فيه حلقات، ماشي، أما الأسايكليك كومباوندز هذا بكون ما فيه حلقات، أوكي تمام. هاي بدي أوريكم أمثلتهم، طلعوا كيف، مثلا هذا المركب فيه سايكل ولا ما فيه سايكل، فيه، هاي رينج، ماشي، اللي هي هاي دائرة هاي دائرة هاي دائرة هاي دائرة، تمام أوكي. اما مثلا في عنا خلينا نشوف زي هاد، هذا بيكون اسايكليك. فايش هلا احنا في عنا هون زي ما حكينا السايكليك والاسايكليك. هلا من امثله السايكليك كومباوند، يعني من امثله على الايكو سانويدز اللي بيكون فيهم رينك هيك مسكره، هم ثلاثه، هم شو اسمها البروستاجلاندين، وبرضه مركب ثاني اسمه البروستاسايكلين، ومركب ثالث اسمه الثرومبوكسان، تمام. فهدول الثلاثه بيكونوا من أمثلة الإيكوسانويت اللي هم شو، اللي بيكون فيهم هيك حلقة بيكون فيهم رينج، ماشي. هلأ هون أسماء الباثوي اللي صنعتهم، هلأ إن شاء الله رح نتطرق لهم. أما بالنسبة للأسايكليك كومباوندز هدول بيجوا عن طريق باثوي شو اسمها لايبوكسيجينيز باثوي، هلأ بنحكي عنها برضو كمان، وبينتج عندي اثنين أسايكليك كومباوندز اللي هم ما فيهم يعني رينج مسكرة، اللي هم الليكو تراين واللايبوكسين، تمام. فهدول هلا رح نتعمق فيهم ونحكي شوي اكثر عنهم، اوكي. هلا اول شيء مع مين رح نبلش، رح نبلش مع السايكليك كومباوندز اللي هم شو بكون فيهم هيك رينج مسكره، حكينا هم البروستاجلاندين والبروستاسايكلين والثرومبوكسان، ماشي، وهون اسم الباثوي اللي بتصنع كل واحده من هدول، فهمتوا كيف. طيب هلا بالنسبه للبروستاجلاندين، تمام، هلا البروستاجلاندين هو هذا الهرمون زي ما تحكوا من اسمه جاي من البروستاتا. هلا البروستات هي هذا بس موجود عند الميل، صح؟ فهم اول مره لقوا هذا زي ما تحكوا البروستاجلاندين، اول مره لما لقوه وين لقوه عند الميل، عند البروستات، فعشان هيك شو سموه بروستاجلاندين. طب هل هو بس موجود عند الميل؟ لا. طب هل هو بس موجود بالبروستات؟ لا. طب ليش سموه بروستاجلاندين؟ لانه هم اول ما شافوه بالبروستاجلاندين، بس هو موجود بالموست هيومن تيشو، موجود عند الفيميل وعند الميل، تمام. فانتوا ركزوا، هو موجود عند الميل والفيميل، موجود بالجسم عادي، ماشي، بس هم اول ما شافوه بالبروستات عند الميل، فعشان هيك شو راحوا سموه بروستاجلاندين، تمام. حلو. كمان شغل عن البروستاجلاندين انه هو شو، انه هو في عنده رينج، في عنده حلقه مسكره،
من وين لوين؟ من عند الكربونة الثامنة لعند الكربونة الـ12. فتطلعوا معي هون، شوفوا كيف هي الكربونة الثامنة، هي التاسعة، العاشرة، الـ11، الـ12، في هيك مسكرين رينج، هيك مسكرة بتكون. نفس الشيء هون، طلعوا من الكربونة الثامنة للكربونة الـ12، نفس الشيء هون، كربونة ثامنة للكربونة الـ12، هي هون من الثامنة للـ12، هيك أنا مسكرة رينج. نفس الشيء فوق. فهذا البروستاجلاندين في منه كتير أشكال، بس الفكرة فيهم كلهم إنه في كلهم فيهم رينج مسكرة، كلهم بصفوا بالأخير بروستاجلاندين، كلهم بالأخير بتكونوا من 20 كربوني، كلهم فيهم أكتر من دبل بوند. فهمتوا كيف؟ يعني كتير بيشبهوا بعض، ماشي؟ إنه أول شيء كلهم شو؟ كلهم عبارة عن الإيكوسانويد، يعني كلهم عندهم 20 كربونة، وكلهم عندهم شو؟ أكتر من رابطة ثنائية، ماشي؟ وكونهم كلهم بروستاجلاندين معناهم كلهم عندهم حلقة مسكرة من الكربونة 8 للكربونة 12، بس بيختلفوا ببعض التركيب زي هون بينهم يعني. خلينا نشوف أهم الشغلات عن كل واحد، وهدول الشغلات بصراحة الدكتور حكاهم فأنتم مطالبين فيهم. اول واحد احنا بنرمز له لرمز BGE2. هلا BGE2 بس انتو اهم اشي تعرفوا عنه انه في عنده هيدروكسيل جروب عند الكربون رقم 12، وبرضه كمان عند الكربون رقم 9، هي انا كاتبت لكم اياها هون، انه في عنده كيتون جروب. كيتون جروب شو يعني؟ يعني لما تلاقوا هون O2، سوري هون يعني في عنده O، فهذه هي الكيتون جروب. فبس انتو اعرفوا عن BGE2 انه هو عند الكربون رقم 11 في عنده هيدروكسيل جروب، عند الكربون رقم 9 في عنده كيتون جروب. اما بالنسبة لهاد اللي هو البروستا نويك اسيد، هذا اعرفوا انه هيك شكله مثلا. اما بالنسبة للبي جي اي، هذا عند 11 برضو في عنده هيدروكسيل جروب، عند 9 شو في عنده شو اسمها هاي الكيتون جروب، وهكذا. فهمتوا كيف؟ مثلا هون بدكم تعرفوا عن التي اكس اي انه هذا شو، انه هذا في عنده تنتين اكسجين. بدكم تعرفوا عن البي جي اف الفا انه هو في عنده تنتين هيدروكسيل جروب، وهكذا. بدكم تعرفوا اهم الشغلات عند كل واحد، تمام؟ فيعني ما تحفظوهم بصم، بس اعرفوا زي ما قلت لكم اهم الشغلات عند كل واحد من هدول، ماشي؟ اوكي، هاي انا كاتبت لكم اهم الشغلات عن الاول اللي هو البي جي اي 2، انه هو في عنده كيتون جروب وفي عنده هيدروكسيل جروب. اوكي، هلا في عنا هون احنا شو بنكون خلصنا عن اول واحد من السايكليك. هلا السايكليك حكينا هم ثلاث، اول واحد كان بروستاجلاندين خلصت منه، ثاني واحد هو البروستاسايكلين. هلا البروستاسايكلين هو بيشبه البروستاجلاندين، ليش؟ لانه التنتين بتصنعوا بنفس الباثوي، يعني نفس الطريقه بتصنعوا، اللي هي اسمها سايكلو اوكسجينيز باثوي، رح نشرحها. بس المهم هلا انه انتم تعرفوا ان الاثنين بتصنعوا بنفس الطريقه. فالبروستاجلاندين خلصنا اهم التفاصيل اللي معكم عنه، خلينا نشوف هلا البروستاسايكلين شو بيحكوا لنا هون عنه. هاي البروستاسايكلين بيحكوا لنا هون هو انه شو they contain an additional ring in their structure. شو يعني هذا الحكي؟ هي بيحكوا لنا انه هو مسكر من 8 ل 12، نفس مين؟ نفس البروستاجلاندين، بس شو في زياده عليه؟ انه هو برضه عنده رينج ثانيه هي مسكره، وين؟ بيحكوا لنا هي من عند 6 7 8، وفي هون عندك 9، وبرضه في عندي هون اكسجين مسكره مع 6، فعشان هيك شو في عندي رينج اخرى. فشو بفرق البروستاجلاندين عن البروستاسايكلين؟ هم الاثنين كتير بيشبهوا بعض، بس اللهم انه البروستاجلاندين بس فيه حلقة واحدة، اما البروستاسايكلين في عنده حلقتين، هذا من 8 ل 12، وفي عند رينج تانية من 8 هيك بتكمل 6 7 8 9 مع الاكسجين بيعملوا لي شو رينج اخرى، تمام؟ فهذا هو الفرق بين البروستاسايكلين والبروستاجلاندين. اما هلا لو نيجي هون، وينه؟ هون نطلع هلا بدنا هون، هي طلع في عندي هدول اللي هو شو، اللي هو ال تي والال اكس. شو هم ال تي والال اكس؟ خلينا نطلع نشوفهم. اوكي، هي ال تي وهي ال اكس، هدول احنا حكينا عنهم انهم هم اسايكليك كومباوندز، تمام؟ فاحنا من السايكليك تعرفنا على البروستاجلاندين والبروستاسايكلين. اما من الاسايكليك هدول هم شو؟ هدول هم مثالين عندنا اللي هو الليكوترينز واللايبوكسين، تمام؟ فهي هدول اسايكليك، ليش؟ لانه ما عندي ولا سايكل، ما عندي ولا رينج هيك مسكر، تمام؟ ما في عندي، تمام؟ فا اوكي خلينا نشوفهم. هلا اول واحد اللي هو الليكوترين، هلا الليكوترين لاحظوا انه ما في ولا رينج مسكره، وكم رابطه كم رابطه ثنائيه عندي؟ 1 2 3 4، تمام؟ في عندي 4 روابط ثنائيه. بس هلا في احنا عندنا مصطلح خليني اعرفكم عليه اسمه الكونجوجيتد دبل بوند.
لا الدبل بوند، هي الدبل بوند اللي احنا بنعرفها، اما الكونجيوجيت الدبل بوند خليني احكي لكم شو هي هاي. هلا طلعوا في انا عندي هون رابطه ثنائيه، رابطه احاديه، رابطه ثنائيه، رابطه احاديه، رابطه ثنائيه. هلا دائما اي رابطه ثنائيه بيجي بعدها رابطه ثنائيه، مش لا يعني بيكون بينها بين الرابطه الثنائيه والرابطه الثنائيه رابطه احاديه، هاي احنا شو بنسميها؟ كونجيوجيت الدبل بوند. فهمتوا كيف؟ فشو هي تعريف الكونجيوجيت الدبل بوند؟ هي الدبل بوند اللي فيه بكون بينها وبين دبل بوند تانية سينجل بوند. فهمتوا كيف؟ فهون انا كم كونجيوجيت الدبل بوند عندي؟ هي الاولى. ليش؟ لانه في بعديها سينجل بوند وفي بعديها شو؟ دبل بوند. فهمتوا كيف؟ ونفس الشيء هاي كمان تعتبر كونجيوجيت الدبل بوند. ليش؟ لانه في بينها وبين دبل بوند تانية سينجل بوند. ونفس الشيء كمان هاي، هاي تعتبر كونجيوجيت الدبل بوند. ليش؟ لانه بينها وبين هاي سينجل بوند. فهمتوا كيف؟ فعندي انا هون شو عندي؟ ثلاثه كونجيوجيت دبل بوند، ثلاثه. تمام اوكي. طب هاي الدبل بوند هل تعتبر كونجيوجيت الجواب لا. ليش؟ لانه في عندي هون رابطتين تنتين احاديات بين هاي وهاي. تمام اوكي. فطلعوا هون معاي انه الليكوترين، هيها الليكوترين هي اللي احنا بنرمز لها بالال تي. هلا هاي فيها شو؟ 3 conjugated double bond، 3 conjugated double bond، فيها ثلاث روابط conjugated بتكون. تمام اوكي. هلا الال اكس هيها اللايبوكسيكسين، هاي شو كم رابطه احاديه، كم رابطه ثنائيه فيها؟ فيها واحد. اوكي خلينا نعيدهم، واحد اثنين ثلاثه اربعه. طب كم وحده conjugated؟ هاي conjugated لانها مع هاي، وهاي كمان conjugated مع هاي، وهاي كمان conjugated مع هاي، وهاي كمان conjugated مع هاي. فصفى في عندي هون أربعة conjugated. فالليكوتريين فيها ثلاثة conjugated، أما اللايبوكسين فيها أربعة conjugated. فتعالوا نقرأ من بعض، بحكولنا إنه ال LT اللي هي الليكوتريين في عندي 3 conjugated double bond. أما بالنسبة لل LX اللي هي شو؟ اللايبوكسين، هاي فيها 4 conjugated double bond contain more oxygen. بحكولنا إنه اللايبوكسين فيه أكسجين أكثر من الليكوترين. هي منطقي ليه؟ لأنه هون في عندي بس هي الأكسجين، هون في عندي أو. تمام؟ فهذا اللايبوكسين فيه يعني ذرات أكسجين أكثر من الليكوترين. تمام أوكي. هلأ بدنا بس نعرف شغلة، شايفين كل هدول البروستاجلاندين؟ مش احنا حكينا في عندي عدة اشكال من البروستاجلاندين، وحكينا هاي صورهم، والمشترك بينهم كلهم انهم هم عندهم رينج من الكربون الثامن للكربون 12. هلا نفس الشيء هون شو بحكوا لنا؟ الافكت اوف هي الايكو سينويدز، ماشي، اللي هم سواء كانوا بروستاجلاندين او شغلات تانية غير البروستاجلاندين زي اللايبوكسين الليكوتريين وهكذا، كلياتهم هدول بدنا نشوف كل واحد فيهم بالجسم ايش تاثيره. تمام. هلا اول شيء البروستاجلاندين، او خلينا نحكي نحفظ رموزهم. اول شيء البي جي اي 2 هذا شو بيعمل بالجسم؟ فازو دايليشن يعني توسع بالاوعيه الدمويه، ريلاكسيشن اوف يوترس يعني بيريح اليوترس بخليه عضلاته تنقبض، ماشي سوري تنبسط، والانتستين يعني بيعمل ريلاكسيشن بالانتستين وباليوترس، اليوترس اللي هو الرحم، اما الانتستين اللي هي الامعاء خلينا نحكي. اما بالنسبة للبي جي اف 2 هذا بيعمل فازو كونستريكشن يعني بيعمل انقباض بالاوعية الدموية، وبيعمل كونتراكشن باليوترس انقباضات بالرحم، وبيعمل برضو كمان كونتراكشن بالانتستين يعني بيعمل انقباضات بالامعاء. اوكي. اما بالنسبة للبي جي اي 2 هذا شو؟ هذا بيعمل فازو دايليشن يعني بيوسع الاوعيه الدمويه، وبيعمل انهيبيشن للبلاتلت اجريجيشن. هلا البلاتلت اللي هي الصفائح الدمويه، هاي مثلا هاي تخيلوا الوعاء الدموي، لو البلاتلت صارت تتراكم هذا الاشي بيعمل تكون للثرومبايل للجلطه لخثره هون. فانا عشان امنع هذا الاشي عندي مركبات كتير بالجسم، من ضمنها الفي جي اي 2، هذا الفي جي اي 2 بيوسع الاوعيه الدمويه وبقلل البلاتلت اجريجيشن. اما اللي بعديه اللي هو تي اكس اي 2 هذا اللي هو شو؟ اللي هو بيعمل فازو كونستريكشن يعني بضيق الاوعيه الدمويه وبحفز البلاتلت اجريجيشن. فلاحظوا انتم انه البي جي اي 2 والبي جي اف 2 هذول الاثنين عكس بعض، ونفس الشيء كمان مين البي جي اي 2 والتي اكس اي 2 هذول الاثنين برضه كمان بيشتغلوا عكس بعض. اما بالنسبه للليكوترين هذا شو؟ الرجيك ميدياتور يعني له دخل بالالرجي وتفاعلات الحساسيه ومحساسيه، واللايبوكسين اللي هو شو؟ انفلاماتوري فانكشن يعني إلى دخل بالالتهابات، ويعتبر كيميكال ميدياتور بالالتهابات. هلا الالتهابات ان شاء الله رح تاخذوها الفصل الجاي بالباثو، رح تكون شابتر كامل اللي هو الشابتر الثاني اسمه شابتر الانفلاميشن، ورح تعرفوا كيف انه انا كل هاي المركبات
بيكون إلها شغل زي ما تحكوا بالإنفلاميشن، وبتزيد الالتهاب وبتقلل الالتهاب أو بتساعد الالتهاب أساسا إنه يصير. فأكثر واحد في يعني بيشتغل بالإنفلاميشن هو اللايبوكسين، تمام؟ أوكي طبعا هدول، وفي كمان غيرهم كتير بيشتغلوا بالانفلاميشن. ان شاء الله بس توصلوا للانفلاميشن رح تاخذوا موضوع كبير اسمه الكيميكال ميدياتورز تاعون الانفلاميشن، وقتها بتحفظوهم، تمام؟ اوكي، فهيك احنا عرفنا وظيفتهم. طبعا هدول بصراحه يعني ما بعتمدوا على الفهم، بدك تبصمهم يعني، فهمتوا كيف؟ انه خلص البي جي اف 2 هذا مركب بالجسم، شو بيعمل؟ فازو كونستريكشن، كونتراكشن باليوترس، كونتراكشن بالانتستين، تمام؟ وهكذا كل واحد يحفظه، احفظوا وظيفته. اوكي تمام. هلا احنا شو ضايل في عنا؟ بس هيك موضوع بسيط جدا، اللي هو كيف احنا اساسا بنصنعهم. يعني احنا هلا حكينا انه والله احنا في عنا هيهم، حكينا في عندي سايكليك وفي عندي اسايكليك، وحكينا انه يعني ايش احكي لكم، السايكليك هي بيكون فيها هيك رينج مسكرات، اما الاسايكليك لا بتكون هيك ستريت، ما بيكون فيها رينج مسكرات. هلا حكينا البروستاجلاندين والبروستاسايكلين، هذول بصنعهم بنفس الباثوي، شو اسمها؟ السايكلو اوكسجينيز باثوي. اما الثرومبوكسان هذا بصنعه عن طريق ثرومبوكسان سانثيز، ماشي؟ هذا اسم الانزيم وإلها باثوي خاص فيها، ماشي؟ اما بالنسبه للاسايكليك كومباوندز اللي هم الليكوترين واللايبوكسين، شو اسم الباثوي او شو اسم الطريقه اللي احنا بنصنعهم فيها؟ اسمه اللايبوكسجينيز باثوي. خلونا نيجي هون برجع بعدول لنفس الحكي، بيحكوا لنا they are two major pathways of arachidonic acid metabolism، يا اما السايكلو اوكسجينيز باثوي اللي هو حكينا هذا شو بصنع، كان هذا بصنع البروستاجلاندين والبروستاسايكلين، ماشي؟ اوكي، اما بالنسبه لللايبوكسجينيز باثوي هذا بصنع الليكوترين واللايبوكسين، ماشي؟ وفي بضل عندنا بس واحد الاخير اللي هو الثرومبوكسان، هذا بيتم تصنيعه عن طريق الانزيم اللي اسمه الثرومبوكسان سانثيز. بس هاي المعلومات اللي انتم مطلوب منكم تعرفوها، ماشي؟ انه اللايبوكسجينيز باثوي شو هاي الطريقه وشو هاي الباثوي بتصنع الليكوترين واللايبوكسين، بس هذا هو المطلوب منكم. طيب السايكلو اوكسجينيز باثوي شو بصنع؟ بصنع البروستاجلاندين والبروستاسايكلين والثرومبوكسين عن طريق الانزيم اللي شو اسمه، اللي اسمه الثرومبوكسان سانثيز. اوكي تمام. هلا طب انا باي تشو بصنعهم؟ يعني مثلا اللايبوكسين او الليكوترين وين بصنعهم انا؟ الجواب انه ما في مكان محدد، حسب انا وين بحتاجهم. يعني انا لو بحتاجهم بالليفر بروح مثلا بصنعهم هناك، لو بحتاجهم بالبرين بصنعهم هناك، او ممكن اصنعهم بمكان واضخهم لمكان تاني وهكذا، فهمتوا كيف؟ فهو ما في مكان معين، يعني حسب احنا اساسا بحاجتهم ولا لا، رح نصنعهم ولا لا، بعدين بقرر احنا وين رح نصنعهم، وين رح نبعثهم وهكذا. فهذا الاشي بيحكوا لنا انه اساسا the type of الايكوسينويد، اساسا نوع الايكوسينويد اللي انا بدي اصنعه produced in tissue depend on the enzyme profile of this tissue. يعني انا اساسا مثلا بحاجة بهذا التيشو انه يكون انا والله في عندي مثلا لايبوكسين، فانا بهذا التيشو ربنا بكون خالق لي بعض المركبات اللي تساعد لي على تصنيع اللايبوكسين بهذا التيشو وهكذا، فهمتوا كيف؟ تمام. فما في قاعدة محددة للموضوع، بحكي لك انه حسب حاجة الانسان وحسب حاجة جسمه بصير هاي الشغلة. هلا هون شو بيحكوا لنا؟ بيحكوا لنا عن الاراكينوت اللي هي نفسها الاراكيدونيك اسيد، تمام. هلا الاراكيدونيك اسيد هاي انا ممكن اصنع منها زي ما حكينا البروستاسايكلين الثرومبوكسين والبروستاجلاندين كلهم، تمام. بس هلا الثرومبوكسانز هذا عن طريق شو بصنعه؟ عن طريق الانزيم اللي اسمه ثرومبوكسان سانثيز. طيب البروستاسايكلين هذا عن طريق شو بصنعه؟ عن طريق البروستاسايكلين سانثيز، ماشي؟ بس هاي المعلومه اللي بدكم تعرفوها من هاي الصوره، تمام. فبيحكوا لنا هون انه وي نيد تو نو تو واي تو برودوس اراكيدونيك اسيد، في احنا عندنا طريقتين لا تصنيع الأراكيدونيك أسيد. الطريقة الأولى هي عن طريق دايت، يعني عن طريق الأكل، إني أنا أساساً أكل ليوليك أسيد، والليوليك أسيد يتحول لأراكيدونيك أسيد، هاي هي الطريقة الأولى. أما الطريقة الثانية هي عن طريق الفوسفوليبيد، إنه من الفوسفوليبيد بكسر وبطلع شو الأراكيدونيك أسيد. فهاي بيحكوا لنا إنه we have شو to know two way to produce أراكيدونيك أسيد، الأولى اللي هي عن طريق الدايت عن طريق الليوليك أسيد، ماشي؟ أما الثانية released from membrane bound phospholipid by the action of phospholipase A2، تمام؟ عن طريق الphospholipase A2 ممكن أنا أكسر أجزاء من الphospholipid وأطلع هذا الأراكيدونيك أسيد، تمام؟ فأنا هيك بصنع الأراكيدونيك أسيد عن طريق دول two pathways. ومن الأراكيدونيك أسيد أنا ممكن عن طريق اللايبوكسجينيز باثوي أصنع الليكوترين واللايبوكسين، أو عن طريق البروستاجلاندين سانثيز
أصنع البروستاجلاندين، أصنع الثرومبوكسين، أصنع البروستاسايكلين. البروستاسايكلين تحديدا عن طريق البروستاجلاندين البروستاسايكلين سانثيز، والثرومبوكسين هاي عن طريق الثرومبوكسين سانثيز. تمام أوكي، يعني سهل كتير هاي الصورة. هلأ بدنا نحكي عن مين؟ عن السايكلو أكسجينيز باثوي. تعالوا نطلع مع بعض. هي مش إحنا حكينا نضل نراجع هون انه الايكوسانويدز حكينا هم نوعين، سايكليك واسايكليك. وحكينا السايكليك اول تنتين اللي هم البروستاجلاندين والبروستاسايكلين، هدول التنتين بيكونوا عن طريق السايكلو اوكسجينيز باثوي. فعشان هيك هلا بدنا ناخذها لهاي السايكلو اوكسجينيز باثوي، كيف انا بصنع البروستاجلاندين والبروستاسايكلين بالتفصيل. ماشي، هلا اول خطوه انه انا بكون في عندي شو، انا من شو بدي اصنعهم؟ بدي اصنعهم من البروستاجلاندين، صح؟ طيب فانا بمسك البروستاجلاندين بحط عليه شو؟ بحط عليه اشي اسمه اللي هو الانزيمات اسمها بروستاجلاندين سانثيز. هلا البروستاجلاندين سانثيز هو مش انزيم، هو عباره عن انزيمين الاثنين مع بعض، انا بسميهم بروستاجلاندين سانثيز. طب شو هم هذول الاثنين؟ الاول اسمه السايكلو اوكسجينيز والثاني اسمه البيروكسيديز. فانا السايكلو اوكسجينيز والبيروكسيديز هذول الاثنين مع بعض انا بسميهم بروستاجلاندين سانثيز. فهمتوا كيف؟ طيب فانا هذا البروستاجلاندين سانثيز بحطه على وين؟ على هاي الشيء اسمه على الاراكيدونيك اسيد. تمام، فانا بجيب اراكيدونيك اسيد شو بحط عليه؟ عيدوا وزيدوا معي عشان تحفظوا. بحط عليه البروستاجلاندين سينثيز اللي هو عباره عن انزيمين اثنين، شو هم؟ السايكلو اوكسجينيز والبيروكسيديز. تمام حلو. هلا بعدين هون شو بيحكوا لنا؟ بيحكوا لنا انه هذا السايكلو اوكسجينيز هو اللي رح يشتغل بالاول. هلا السايكلو اوكسجينيز بحول البروستاجلاندين شو بيعمل فيه؟ ثواني، لا اوكي، هلا السايكلو اوكسجينيز بحول الاراكيدونيك اسيد ماشي للمركب اللي احنا بنسميه بي جي جي 2. تمام، فاحنا اول خطوه عن طريق السايكلو اوكسجينيز حولت الاراكيدونيك اسيد تو بي جي جي 2، هذا اسم مركب، خلص هيك انتم احفظوه. ماشي، فاحنا حكينا انه شو احنا في عندنا انزيمات شو اسمهم؟ بروستاجلاندين سينثيز، هم عباره عن انزيمين، الاول السايكلو اوكسجينيز والثاني البيروكسيديز. خلينا نمسك الاول اللي هو السايكلو اوكسجينيز، حكينا شو بيعمل؟ بحول الاراكيدونيك اسيد ل بي جي جي 2. تمام، طب كيف؟ عن طريق انه هو بدل ما هو كان ستريت مثلا الاراكيدونيك اسيد، خلى في عندي حلقه بين الكربون الثامنة والكربون الاثناش. تمام، فأنا لما عملت حلقة بين الكربون الثامنة والكربون الاثناش، هذا المركب تحول من مكان اسمه أراكيدونيك أسيد شو صار اسمه؟ بي جي جي 2. هاي أول نقطة. تمام أوكي، هلا بعدين مين بيجي؟ بيجي البيروكسيديز. البيروكسيديز شو بيعمل؟ بيروح بيحول البي جي جي 2 هذا اللي طلع معنا لشو؟ لبروستاجلاندين اتش 2. تمام، اللي هو البي جي اتش 2. تمام، فهذا زي ما تحكوا هيك بصير الموضوع. اوكي تمام، بعدين بس يكون خلص طلع معاي هذا البي جي اتش 2، هذا انا شو؟ تعالوا انزلوا معاي هون شوفوا شو بصير عندي. هلا هاي البي جي اتش 2 اللي هو البروستاجلاندين اتش 2 نفسه، هو البي جي اتش 2 بعد ما طلع معي. هلا هذا حسب انا شو بدي اصنع بحط له. يعني مثلا لو انا حطيت لهذا البي جي اتش 2 حطيت له بروستاجلاندين سينثيز، رح يتصنع عندي مركب اسمه بي جي اي 2، هيو هذا المكتوب هون. طب لو حطيت له ايزوماريز رح يطلع عندي مركب شو اسمه؟ بي جي اي 2. طيب لو حطيت له ريدكتاز رح يتحول لبي جي اف 2، ونفس الشيء لو البروستاجلاندين اتش 2 حطيت له ريدكتاز برضه بتحول لبي جي اتش 2 لبي جي اف 2. ماشي، طيب لو هذا البروستاجلاندين اتش 2 حطيت له مثلا ثرومبوكسان سينثيز، لشو رح يتحول؟ للثرومبوكسان اي 2. فهمتوا كيف؟ فانا هيك بصنعهم. نعيد سريعا كيف احنا صنعناهم. اول اشي احنا كان احنا شو من شو بدنا نصنعهم؟ من الاراكيدونيك اسيد. فانا الاراكيدونيك اسيد اول شيء هذه الماده هي اللي راح اشتغل عليها، اول انزيم بيشتغل عليها شو اسمه؟ السايكلو اوكسجينيز. السايكلو اوكسجينيز بحول الاراكيدونيك اسيد لماده اسمها بي جي جي 2. تمام، طيب بعدين انا صار في عندي شو؟ بي جي جي 2. طيب هاي شو بعمل فيها؟ بجيب لها بيروكسيديز، البيروكسيديز بحولها لماده شو اسمها؟ اللي هي البي جي اتش 2. هلا هاي البي جي اتش 2 هي بعدين بنجيبها بنحطها على هاي الصوره، هاي هي البي جي اتش 2. هلا هاي البي جي اتش 2 ممكن احط لها بروستاسايكلين سينثيز تصير بي جي بي جي اي 1، بحط لها ايزوماريز بتصير بي جي اي 2، برجع بحط لها ريدكتاز بتصير بي جي اف 2، او ممكن نفسها هاي البي جي اتش 2 احط لها ايزو ريدكتاز تصير بي جي اف 2، او ممكن هذا نفسه البي جي البي جي اتش 2 ممكن انا احط له ثايركزان سينثيز يصير في عندي ثايركزان اي 2. اوكي، ف
فهيك احنا بنكون صنعنا اي واحد من هدول عن طريق شو؟ عن طريق انه انا كان في عندي اراكيدونيك اسيد واشتغلت عليه، تمام؟ فهي بيحكوا لنا انه ذا فاينل اديشنال ستيب اللي هي الخطوات الاخيره اللي بتصير، انه بصير في عندي شو؟ تصنيع للبروستاجلاندين اللي هم البي جي اي 2 بي جي اف 2 بروستاسايكلين والثورمبوكسان. هيهم صنعناهم ولا ما صنعناهم؟ هيهم الاربعه نفسهم اللي حكاهم فوق، هي احنا هون صنعناهم. فهمتوا كيف؟ بس هون بعيدوا لنا شرح انه هون انا كان في عندي اول شيء اراكيدونيك اسيد عن طريق السايكلو اكسجينيز، شو صار اسمه؟ صار اسمه البي جي جي 2 اللي هو نفسه شو البروستاجلاندين جي 2، تمام؟ بحط له بيروكسيديز بتحول لشو؟ لبي جي اتش 2 اللي هو شو؟ البروستاجلاندين اتش 2. فهمتوا كيف؟ بعدين البروستاجلاندين اتش 2 هذا هو اللي بشتغل عليه وبصنع مركبات مختلفه عن طريق هاي الانزيمات المختلفه، تمام؟ شفتوا كيف ما احلى الموضوع؟ جدا سهل وجدا بسيط. هيك احنا بنكون خلصنا شو؟ تصنيع هدول البروستاجلاندين. هلا اخر موضوع عندنا اللي هو الانتي انفلاماتوري دراكس. انتي انفلاماتوري اللي هي ادويه مضادات الالتهاب. يمكن تصفوا انه تحكوا لي انه شو دخله، احكي لكم لا له دخل، دوبني لسه حكيت لكم تعالوا نطلع مع بعضينا فوق ونشوف شو في له دخل. حكيت لكم انا هون انه هدول كلياتهم هي بكل الايفكت تاعهم كلهم، يعني انا حكيت لكم اياها بس هي مش مكتوبه، انه كلهم لهم دخل بشو؟ بالانفلاميشن، صح؟ انفلاميشن، تمام. كلهم لهم دخل، بزيدوا وبشجعوا وبحفزوا الالتهاب اللي هو الانفلاميشن. هلا الالتهاب ترى مش اشي سيء بالمره، تمام؟ يعني الالتهاب بالعكس اشي منيح. الالتهاب هو الحرب اللي جهاز المناعه بيهاجم فيها الشغلات اللي جايه من برا، تمام؟ فالالتهاب يعد اشي منيح، بس الناس ماخدين عن الالتهاب فكرة انه هو اشي عاطل. ليه؟ لانه ما بصير عندهم الا وهم مريضين، بس بالواقع الالتهاب عم بيحمي لك جسمك. الالتهاب هو انه المناعة عم بتهاجم الاشي الموجود، فانت طالما في مناعة بجسمك معناها في التهابات بدها تصير بجسمك علشان انت تتعافى. فهمتوا كيف؟ فالالتهابات منيحة، وفي كتير مركبات بالجسم بتساعد عملية الالتهاب انها هي تصير حتى احنا نتخلص من الشغلات الغريبة اللي بتدخل على الجسم، وهذا الاشي ان شاء الله رح تاخدوه بالتفصيل ببعثه الفصل الجاي، تمام؟ فانا في عندي هدول كلهم بيساعدوا بالالتهابات، تمام؟ هلا مرات الالتهاب هو بالعادة بيكون منيح، بس مرات ممكن ما يكون منيح. مرات الالتهاب اساسا كله على بعض بيكون غلط. فهمتوا كيف؟ فانا هون بكون بدي احط انتي انفلاماتوري دراجز، يعني انا ادويه عشان اقلل الالتهابات، او مثلا مرات الالتهابات كتير بترفع درجه حراره الانسان لدرجه بتصير خطيره عليه، فهون لا بصير انه انا لازم اقلل حراره الانسان او احط انتي انفلاماتوري دراجز. فهمتوا كيف؟ فالالتهابات منيحه بس مرات بتكون غلط، زي مثلا الالتهابات اللي بتصير تاعت الحساسيه. ما الحساسيه التهاب بس التهاب غلط، التهاب ضد مثلا خلينا نحكي القمح اللي هو حساسية القمح. انا هون بصير عندي التهابات من القمح، طب ما هذا اشي غلط لانه القمح مش مادة غريبة على الجسم، بس هون الجسم بتعامل معها انها غريبة. وكذلك الاوتو اميون ديسيز اللي هي امراض المناعة الذاتية، انه مناعتك بتصير تهاجمك، بتصير المناعة تعمل التهابات باماكن معينة بالجسم بشكل غلط. فالانفلاميشن مرات بيكون غلط، زي حالات الحساسية، زي حالات امراض المناعة وكذا. فهو بالوضع الطبيعي الالتهابات هي مفروض تكون اشي عادي، يعني فهمتوا كيف؟ وتكون بالعكس حالة طبيعية بتصير بالجسم. اما مرات بتكون غلط، فانا هون بدي ادويه حتى احارب الانفلاميشن واحارب الالتهابات. هدول الادويه هم شو؟ الانتي انفلاماتوري دراجز اللي هم بيكونوا ضد هدول، يعني هدول المركبات حكينا بسهلوا عمليه الانفلاميشن. طب انا بدي اجيب ادويه ضد الانفلاميشن، معناها انا بدي اجيب ادويه تحارب لي هدول شو؟ هدول الايكوسانويدز. فانا هدول الايكو الايكوسينويدز هدول بدي انا احاربهم. ليش؟ لانه هدول بيعملوا لي هي انفلاماتوري فانكشن، هدول بيعملوا التهابات او بحفزوا بسهلوا عمليه الانفلاميشن انها هي تصير. فانا لما بدي اوقف الانفلاميشن معناها انا بدي اعكس على هدول المركبات. فانا لما احكي انتي انفلاماتوري معناها هلا شو؟ انه انتي شو؟ الايكوسينويدز، انا بدي احارب الايكوسينويدز. فهمتوا كيف؟ علشان ما يصير عندي التهابات بجسمي. خلونا ننزل مع بعض ونشوف شو هم هدول الانتي انفلاماتوري دراجز. هلا هدول ليش انا بستخدمهم؟ بيحكوا لنا هلا في شغلات انتم ان شاء الله رح تاخذوها بالبحث الفصل الجاي اللي هو موضوع زي ما حكينا شو الانفلاميشن. هلا الانفلاميشن بيكون له عده اعراض، من ضمنها واحد اللي هو الهايبريميا اللي هو احتقان الدم. فانت مثلا لو اصبعك ملتهب شو بتحكي؟
بتحكي اصبعي صار لونه احمر، صح؟ دائما الجزء الملتهب بالجسم بيكون لونه احمر، ليش؟ لانه الدم محتقن فيه. يعني شوفي عندي هناك هاي بريميا، فهاي بريميا معناها احتقان الدم، ماشي؟ فالمكان بيكون شو الدم فيه محتقن، عشان هيك شو عشان هيك بتلاقوا انه والله المكان لونه احمر. فهاي هي واحد. اثنين اللي هي الإديمة، تجمع السوائل، دائما المكان الملتهب بالجسم بتصير السوائل تتجمع فيه. ثلاثة البين، رح تاخذوا برضو كمان ان شاء الله بالباث وبالفصل الجاي، انه اهم شغلة بالجسم بتسبب البين هي مادة مين؟ البروستا جلاندن. فالبروستا جلاندن هذا المادة اللي صار لنا ساعة كنا عم نحكي عنها، هاي من اهم الكيميكال ميدياتورز اللي بيعملوا البين، هذا هو اللي مسؤول عن انه يعمل لك وجع اذا عندك التهاب. فهمتوا كيف؟ تمام. واخر نقطة اللي هي شو؟ اللي هي الفيفر، اللي هو شو؟ السخونة، اللي هو ارتفاع درجة الحرارة اللي بيكون بالانفلاميشن. فالخلاصة انه انا الانفلاميشن بيكون مصحوب باحتقان وتجمع سوائل ووجع وارتفاع بدرجة الحرارة. هلا هذولا يعني لو كانوا موجودات عادي، بس ببعض الحالات بيكونوا كتير بزيادة، يعني مرات بيكون كتير الوجع موجود بزيادة. فهمتوا كيف؟ فإننا مثلا بدنا نقلل الوجع أو بدنا نقلل شو الفيفر ارتفاع درجة الحرارة اللي موجود، فأنا بستخدم هدول الأنتي إنفلاماتوري دراجز. أوكي؟ تمام. هلا في عندي انا لهم نوعين، النوع الاول اللي هو الستيرويدال الأنتي إنفلاماتوري دراج، والنوع الثاني اللي هو النون ستيرويدال الأنتي إنفلاماتوري دراجز. هلا اول واحد اللي هو الستيرويدال الأنتي إنفلاماتوري دراجز، هدول الأدوية بتكون مضادة للالتهابات. تمام. من امثلتها اللي هو الهايدرو كورتيزون، وبرضه كمان اللي هو شو البريدينازون. تمام. فهذا الدواء اللي هو البريدينازون وبرضه كمان الهايدرو كورتيزون، هذول الاثنين هم يعتبروا ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج. هلا هذول بيشتغلوا عن طريق انهم هم بدهم يقللوا الانفلاميشن، صح؟ فشو بيروحوا بيعملوا؟ بدهم يقللوا هدول المركبات اللي احنا دوبنا كنا نحكي عنهم، فبدهم يقللوا البروستاجلاندين والمركبات تاعته هاي حواليه. فشو بيروحوا بيثبطوا انزيمين، الاول اللي هو البروستاجلاندين سينثيز، والثاني اللي هو الفوسفولايبيز A2. خلونا نرجع نراجع شو كان كل واحد فيهم يعمل. اول واحد اللي هو البروستاجلاندين سينثيز، هيو حكينا هو هاد باسم السايكل اوكسجينيز والبيروكسيديز، هيهم اللي كانوا هيو كنا نجيب الاراكيدونيك اسيد نحط عليه السايكل اوكسجينيز والبيروكسيديز، وبعدين نصنع هدول البروستاجلاندين، ونصنع الثايروكسين، ونصنع البروستاجلاندين، ونصنع وهكذا. تمام. فانا مثلا ما ثبطت هذا البروستاجلاندين سينثيز، فانا بكون ثبطت تصنيعهم كلهم، فقللت وجود الانفلاميشن بالجسم. وتاني واحد عندي هو مين ممكن انا اثبطه؟ اللي هو الفوسفولايبيز A2. تعالوا نتذكر وين احنا اخذنا الفوسفولايبيز A2، حكينا عنه هون. هلا مش حكينا انه الاراكيدونيك اسيد هو هذا اللي رح تتصنع منه كل هاي القصص. هلا الاراكيدونيك اسيد حكينا له مصدرين، الاول اللي هو الاكل عن طريق اني انا اكل اللينوليك اسيد، والثاني اللي هو عن طريق الفوسفوليبيد اني انا اطلعه من الفوسفوليبيد. هلا لما انا اطلعه من الفوسفوليبيد بطلعه عن طريق الانزيم اللي شو اسمه الفوسفولايبيز A2، اللي هو انا برمز له هون شو بي ال اي، هيو هاد. فانا ممكن اثبطه، فلما اثبطه اثبط الاراكيدونيك اسيد كله على بعضه، واثبط تصنيع كل هاي المواد، واثبط الانفلاميشن. فهمتوا كيف؟ فعشان هيك هون شو بيحكوا لنا؟ بيحكوا لنا انه الستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج هذول بيمنعوا الانفلاميشن عن طريق انهم هم بيمنعوا تصنيع اللي هو البروستاجلاندين سينثيز، وبيمنعوا الفوسفولايبيز A2 من شغله، فهيك ما بصير في عندي انفلاميشن. تمام. هلا تاني واحد عندنا هو النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز، ومن اهم امثله هاي الادويه هو دواء الاسبرين اللي اكيد كلياتكم سمعتوا على القليل عنه. هلا الاسبرين هذا بيشتغل بكذا طريقه، اول طريقه انه هو بيثبط السايكلو اوكسجينيز، ماشي؟ وين السايكلو اوكسجينيز؟ هيو اللي كان يمسك لي الاراكيدونيك اسيد يحوله لشو البروستاجلاندين جي 2 اللي هو البي جي جي 2. تمام. بي جي جي 2 هيها كنا نحكي عنها هون، لسه دوبني شرحت لكم اياها، انه انا السايكل اوكسجينيز بحول لي الاراكيدونيك اسيد لبي جي جي 2، كانت اول خطوه بتصنيع شو اسمهم هذول البروستاجلاندين واخواته. تمام. فانا متى ما ثبطت البروستاجلاندين، سوري، متى ما ثبطت السايكل اوكسجينيز بكون ثبطت كل اللي تحته وثبطت هاي العمليات كلها. تمام. فهاي هي اول طريقه بيشتغل فيها الاسبرين انه بثبط السايكل اوكسجينيز. طب كيف بيثبطه؟ بيحكوا لنا باي اسيتيليشن. شو هو الاسيتيليشن؟ هو اضافه اسيتيل جروب على السايكلو اوكسجينيز، فهيك بصير ان اكتف. فهمتوا كيف؟ تمام. هاي هي اول طريقه بيشتغل فيها الاسبرين. هلا الاسبرين برضو كمان ممكن يشتغل از انتي ثرومبين. كيف؟ ممكن يثبط الانزيم اللي اسمه التي اكس اي 2 اللي هو مين؟ اللي هو هاد اللي هو الثرومبوكسان
synthase. هلا ممكن انه الاسبرين يثبط هاد خص نص، ولما يثبط هاد خص نص جوا البلاتلت اللي هو جوا الصفائح الدمويه، هيك بمنع حدوث الجلطات. تمام، فانا الاسبرين اكيد كلكم تعرفوا ان احنا بنستخدمه لما نشك انه واحد عنده مثلا جلطه او كذا، بنعطيه اسبرين. ليش؟ لانه هو بيشتغل از انتي ثرومبين. كيف؟ بيثبط الانزيم اللي هو تي اكس اي 1 اللي هو الثرومبوكسين اي 2، ماشي؟ فهاد لما يثبطه شو هيك هو بمنع التكون، هي بيحكونا انه هو انهبت التي اكس اي 1 سينثيسيس، ماشي؟ بمنع تصنيع مين؟ بمنع تصنيع هذا الثرومبوكسان اي 2. لما يمنع تصنيع الثرومبوكسان اي 2 من الاراكيدونيك اسيد، هذا الاشي شو بكون العمليه بتكون ريفرسبل وبمنع تراكم البلاتلت. تمام، اوكي. هلا برضو كمان بيحكوا لنا انه هذول الاسبرين مالهم، بيحكوا لنا اذر اسبرين لايك اندو لا مش اذر اسبرين، اذر نان ستيرويد انتي انفلاماتوري دراج. هلا الانتي انفلاماتوري النان ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج من امثلتهم، واحد هو الاسبرين، اثنين هيو هاد اللي هو الاندو ميثاسين. هلا الاندو ميثاسين هذا هو المثال الثاني، فهمتوا كيف؟ فاحنا كان في عندنا الاسبرين شرحنا عنه فوق، اثنين اللي هو الاندوثيسين. هلا الاندوثيسين هذا هو شو؟ هذا برضه كمان بيثبط السايكل اوكسجينيز، يعني برضه كمان زي اللي فوق، الاثنين هذول بيثبطوا السايكل اوكسجينيز. بس اللي تحت اللي هو الاندوميثاسين هذا كمان شو؟ هذا بيثبط السايكل اوكسجينيز عن طريق انه هو بيعمل كومبيتينج وذ اراكينويد، يعني هو بتنافس مع الاراكينويد وبيخلي الاراكينويد شو انه هو ايش احكي لكم، يعني بتنافس معاه بشغله، فهمتوا كيف؟ فبقلل شغل الاراكينويد وهو بيشتغل اكثر منه هذا الدواء، تمام، علشان يقلل شغله ويقلل الالتهابات بشكل عام بالجسم، فهمتوا كيف؟ فهذول هم الانتي انفلاماتوري دراجز. ان شاء الله انكم تكونوا فهمتوهم كثير منيح. طبعا انتم اول مره او يمكن يعني مش كثير بتاخذوا اساسا فارما وكذا، فان شاء الله انكم، انا حاولت بصراحه احكي كثير تفاصيل حتى انتم تفهموا باكبر شكل ممكن. ان شاء الله تكون الفكره ويعني شرحهم يكون وصل تمام. يعطيكم الف عافيه، استنونا ان شاء الله بشرح محاضره 14. يعطيكم الف عافيه، السلام عليكم.